السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج التاريخ الشفوي للنكبة الفلسطينية. نحن اليوم في بيت السيد راجح محمد حسن الجعفر أبو محمد، الكائن في مدينة إربد. اليوم هو الأحد الموافق 17/12/2006، وهذا المشروع يهدف إلى تدوين وتوثيق الذاكرة الفلسطينية، والجهة المسؤولة عنه فلسطين في الذاكرة، palestineremember.com. يجري هذه المقابلة سعيد عجاوي. أبو محمد، أسئلة هذه المقابلة تقسم إلى قسمين. القسم الأول يهدف لتدوين وتكوين صورة عن الحالة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لأهالي القرية قبل النكبة، والقسم الثاني يهدف لتكوين صورة عن معاناة سكان القرية خلال فترة الانتداب البريطاني والصراع مع العصابات الصهيونية ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين خلال النكبة وفي مناف اللجوء والشتات. بداية نتعرف على اسمك بالكامل. نعم. نعم. اسمك من أربع مقاطع، نعم. الاسم الكامل راجح محمد حسن الجعفري. نعم، راجح محمد حسن الجعفري. أيوه. مكان ولادتك أبو محمد؟ صفوري. صفوري. نعم. تاريخ الولادة؟ 26. 1926. اسم والدك من أربع مقاطع. اسم والدي محمد حسن. محمد حسن؟ محمد حسن ايش؟ طه. طه الجعفري. طب والدتك؟ يعني كان بالستينات سبعينات متوفى. لا، والدتك شو اسمها والدتك؟ والدتي اسمها ثريا. ثريا ايش؟ ثريا الدهود. ثريا الدهود سليمان. ثريا داوود سليمان. نعم. أبو محمد، هل توافق على إجراء هذه المقابلة بإرادتك الكاملة وأن تشارك بمعلومات كما تسعفك الذاكرة؟ نعم. نعم. إذن اسم القرية، قريتك؟ صفوريا. صفوريا. نعم. هل تعلم لماذا سميت بهذا الاسم صفوريا؟ صفوريا. نعم. لماذا سميت صفوريا؟ نعم. بلد شعبية هاي. نعم. بلد شعبية. بلد؟ بلد شعبية. شعبية. زراعية. نعم. طب لماذا سميت صفوريا؟ ليش سموها صفوريا؟ على زمان، على ما بسمع يعني زمان، على زمان كان الملك الأصفر. الملك الأصفر. ايوه. نعم. سموها صفوريا نسبة لهذا الملك. نعم، لأنه كان الملك الأصفر سابقا يعني بصفوريا يعني. نعم نعم نعم. سموها صفوريا. نعم. نعم. طيب أبو محمد، هل تذكر كم كان عدد سكان القرية قبل النكبة؟ سكان القرية 16,000. حوالي 16,000 نسمة. أي نعم. نعم. طيب إداريا، لأنه مدينة كانت تتبع قرية صفوريا؟ نعم. لأنه مدينة كانت تتبع قرية صفوريا؟ للناصري. قضاء الناصري كان. نعم. نعم. طب الناصري من أنو جهة بتحدها لصفوريا؟ من جهة الجنوب. من جهة الجنوب. بتتذكر المسافة بين صفوريا والناصر تقريبا؟ ساعة. ساعة مشي؟ ساعة على المشي. مشي على الأقدام ولا على الدواب؟ لا، على المشي ساعة، كله ساعة. أما المسافة ما بتتذكرها بالضبط؟ لا. 20 كيلو، 10 كيلو؟ ما بتعرف. يعني أبو 20 كيلو، يعني مثل الرمثة، من هون والرمثة. يعني حوالي 20 كيلو تقريبا. نعم. طيب الآن أنا راح أسألك أبو محمد عن أرض صفوريا، كيف كانت؟ جبلية على سهل؟ أرض صفوري. نعم. من جهة الشمال سهل. سهل. مرج. نعم. ومن جهة الغرب. نعم. جبال وديان. نعم. أي نعم. ومن جهة الجنوب برضو جبال بسيطة. جبال بسيطة. الأرض نفسها. الأرض نفسها. المدينة. الأرض أو القرية. من شرقها بتحدها الريني. لا، إحنا قبل حدودها. قصدي أنا طبيعة الأرض اللي كان موجود عليها بيوت صفوريا، كانت أرض سهلية ولا جبلية؟ سهلية، ما فيش إلا نوع من التل الصغير اللي عليها المكتب فوق المدرسة. أيوة. بس. مثل يعني تل إربد هذا. نعم. شايف كيف؟ نعم. المدرسة فوق. نعم. والبلد مثل إربد محاوطة إقامة التل. نعم. يعني البلد يعني كرسي كبيرة. نعم. نعم.
طيب الآن لو سألتك أنا عن الوديان المحيطة في صفوريا، كان في وديان بحيط فيها صفوريا؟ الوديان من صفوريا يا سيدي ومغرب وادي الخلدية. وادي الخلدية. نعم. هذا من الجهة الغربية. أي نعم. وفي وادي الجلخ. وادي الجلخ. نعم. وادي الجلخ من أنو جهة هذا؟ برضو من المغرب للجنوب. غربية جنوبية. أي نعم. ايضا في وديان اخرى بتحيط بصفوريا؟ نعم. في وديان اخرى غير هذول الواديين؟ بس هذول اللي بديان واللي باب ما باب كلها سهل. طب وادي الخلدية هذا اللي من الجهة الغربية لصفوريا ابو محمد كان ملاصق للقرية؟ نعم. ملاصق للقرية. اه. كان في مياه؟ جاري في مياه؟ آه. بيام الشتاء تنجر المي فيه. بيام الشتاء؟ بس. طب منين كان يجي هذا وادي الخلدية؟ من أنو جهة يجيكم؟ بيجي من الشمال، من جهة الشمال. نعم. بغرب وبيظل نازل جهة الجنوب. طب وين كان يصب؟ ما بتعرف وين كان يصب مياهه؟ وين كان يصب مياهه؟ بس بالجبال بين هالوديان بهالجبال وانت نازل على عرب الغابي. نعم. عرب الغابي، منطقة عرب الغابي. نعم. طيب وادي الجلخ هذا من الجهة الغربية الجنوبية. هذا بساتين. هذا كله بساتين هذا وادي؟ بساتين وخضرة. كان في مياه هذا؟ في مياه. مياه جارية مثلا؟ مياه نبع. مياه نبع. نعم. منين كان يجي النبع هذا؟ من الأرض. نفسه؟ آه. كان في شيء اسمه لا يعني النبع هذا كان له اسم معين؟ عيون طالعة مي نبع. جارية قنية يعني. نعم. والبساتين يزرعوا من هالمي الجارية يعني من داخل هذا الوادي. من هالوادي. طب هذا الوادي كان بعيد عن صفوريا ولا موازي لها قريب منها؟ من براضيها. براضي صفوريا كان. نعم. نعم. ايضا بدي اسالك عن القرى المجاورة لصفوريا، يعني بدي اسالك مثلا صفوريا من جهة الشرق، شو القرى اللي كانت بشرق صفوريا؟ من شرق صفوريا حدودها الريني. الريني. اي نعم. نعم. والمشهد. نعم. هذا من الشرق يعني الجوار. الجوار. من الشمال. غير المشهد، كفر كنا كانت برضو شرق كوب. نعم. كفر كنا. كفر كنا تحت المشهد هاي. هاي برضو من شرق المشهد. نعم. نعم. وفي من شرق صفوريا من غاد كمان بدك الشرق للمغرب بعد كفر كنا تيجي طرعان. طرعان. نعم. نعم. بعد طرعان تيجي نمرين، تيجي لوبي. نعم. هذول دخلت صفوريا على دخلت على طبرية الآن. على طبرية وتنادي على طبرية. طيب من جهة الشمال شو بحدة صفوريا كان؟ صفوريا من شمال بحدة كفر مندة. كفر؟ كفر مندة. كفر مندة. وبحدة سخنين. وبحدة عرابي. البطوف، عرابة البطوف. عرابة البطوف، نعم. وبحدة الكوكب أبو الهيجة. نعم. اسم بلدكو. نعم نعم. لا. أنا من كوكب الهواء عمي. أنتوا كوكب الهواء، هاي كوكب أبو الهيجة. هاي كوكب أبو الهيجة، كوكب الهواء ذا طبيسان. نعم. ورمات رمات الهيب. عرب الهيب؟ عرب الهيب كانوا برضو من شمالكم. هذول من شمالنا قضاء طبرية هذول. لا لا من قضاء الناصري. الهيب؟ رمات الهيب اسمهم. عرب الهيب؟ نعم. تابع طبرية. طيب ايضا أيوة. رماني. رماني تابع قضاء صفوري. نعم. حدود صفوري. رماني وزرعين. نعم. طيب من جهة الغرب شو بحدكم برضو صفوريا؟ من المغرب يا سيدي العزيز بحدها عرب الغابي. عرب الغابي. بحدها شعمر. وبحدها عبلين. وبحدها طمرة. نعم. هذا من المغرب. الهجاجر وبيت زر زير وام العمد والخوالدي والكعيبي هذول من الجهه الغربيه لكم لصفوريا. الغابي فيها عرب الحلف. نعم. وفيها الحجرات. نعم الحلف. فيها نعم. وفيها الزبيدات. وفيها الله صلى الله عليه وسلم محمد العمري. نعم. هذول عرب الغابي.
هذول كلهم عشائر عشائر. هذول قضحيفة كأنهم. هذول قضحيفة وبحدوا الصفوري. نعم. أي نعم. طب من جهة الجنوب شو بحدكم أنتم؟ هم من الجنوب، من الجنوب علوط. علوط. والمجيدة. نعم. ومعلول. والناصرة نفسها. آه. مدينة الناصرة. الناصرة. نعم. ومن بعدها بتنزل على المرج. نعم. شايف كيف؟ نعم. بحقها العفوري. نعم. اليهود. نعم. اه. وتحتها الناصر بن المغرب كبرية الهنان. نعم نعم. اي نعم. طيب ابو محمد الان ذكرت لي هاي القرى اللي محيطة بقرية صفوريا، لو سألتك عن الأبعاد والمسافات بتذكرها الأبعاد والمسافات؟ مثلا لو سألتك ذكرت لي انه المشهد وكفر كنا هذول من الجهة الشرقية، مشهد قديش تبعد عن صفوري تقريبا؟ ابو 30 كيلو المشهد عن صفوريا. والغير كذلك او 20 كيلو. طب الناصري قديش بعيد عنكم الناصري؟ 20 كيلو. طب الناصري ابعد من المشهد؟ لا كله منطقة واحدة. نعم. اه. طيب علوط شو المسافة اللي بينك وبين علوط؟ علوط؟ نعم. ربع ساعة. أقرب يعني من الناصري. أو 2 كيلو. علوط؟ اه. طيب ورماني؟ رماني من شمال. من شمال، شو المسافة تقريبا؟ مسافة حوالي 30 40 كيلو. وكفر مندى؟ وكفر مندى كذلك الامر. يعني عندك شوي ضعف في المسافات عم محمد، لانه عندك انت العلوط على مستوى الناصري، يعني علوط تقريبا اذا الناصري كانت 30 كيلو علوط تكون 20 كيلو حسب المسافات الموجوده على الخريطه. الناصري راكبي علوط، علوط راكبي تحت الناصري، ما فيش مسافه من علوط للناصري. علوط غرب الناصري. علوط غرب الناصري. غرب الناصري بس ما فيش مسافة يعني بينه وبين الناصري. نعم. ما فيش مسافة يعني. فيش إلا غير كرب الصاحب بين هذا اللي بسفين هذا. نعم. بين الناصر وبين علوط. نعم. طيب الآن لو سألتك عن الكبانيات المجاورة لصفوريا، المستعمرات اليهودية. ما فيش ولا مستعمرة مجاورة لصفوريا. ولا مستعمرة. ولا مستعمرة. طب شو كانت أقرب مستعمرة لكم؟ في كبانيتين هذول ألمان. ألمان مش يهود. لا ألمان، هذول من أراضي صفوري. بيت لحم وأم العمد. بيت لحم؟ وأم العمد. أم العمد. هذول كانوا يسكنون ألمان؟ سكانها ألمان. مش يهود؟ لا. وقديش المسافة بينكم وبينهم هذول كنت تروح؟ أراضي البلد. كنت تروحوا عليهم؟ ايوه اولاد البلد كلهم بيشتروا عندهم. طيب شو المسافة بين صفوري وبيت لحم ام العمد؟ يعني في 50 كيلو. في حوالي 50 كيلو. يروحوا مشي على الاقدام ولا على الدواب يروحوا عليهم؟ بروحوا على الدواب، بروحوا مشي، قال له له مسافة قريبة يعني. نعم نعم. وبزرعوا عندهم يعني بيشتغلوا عندهم عند الالمان. نعم. نعم. طيب ايضا بتعرف شو معنى كبانية يا ابو محمد؟ نعم. شو معنى كبانية؟ بتعرف شو معناها الكبانية؟ كبري يعني مستعمرة. مستعمرة. تجمع يهودي. نعم نعم. طيب هذول المستعمرات او الكبانيات اللي انت حكيتهم الكامبات ما كانش فيهم يهود؟ هذول بيت اللحم وام العمد ما كان فيهم يهود ابدا، فقط الماني أبداً. كانوا كلهم المان وهم اللي يزرعوا يفلحوا الالمان. نعم. اي نعم. وما كلكوش اي علاقه مع اي مستعمرات قريبه من صفوريا؟ لا 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 لا. اهل بلد صفوريا؟ لا. ما كانش؟ لا. طب انا لو سالتك عن طرق صفوريا، الطرق الداخليه، شوارعها كانت شوارعها مزفتي؟ ما فيش ولا كان بالبلد فيها شارع مزفت. نعم. الا كلها شارع طبيعيه. كلها شوارع ترابيه؟ كلها طبيعيه. نعم. عادي. نعم. مثل الشوارع عندكم وكوكب. ايوه. يعني كل الشوارع ترابيه؟ عادي. نعم. شوارع مزفتي ما في. ما في شوارع مزفتي. طيب الطرق اللي كانت تربطكم مع القرى المجاوره لكم شو كانت هاي الطرق؟ طرق عاديه.
يعني الطرق اللي بتربطكم مثلا بقريه العلوط او بقريه كفر كنا او المشهد كلها طرق ترابيه؟ كلها ترابيه، ما فيش. طب ما كانش في طرق رئيسيه، طرق مزفلتي مثلا تروحوا لها حتى تروح على الناصري؟ بهذاك الوقت ما كانش في يعني سير مصات او سيارات تروح وتيجي على القرى يعني مثل طب صفوريا ما كانش اليوم يعني. صفوريا ما كانش يفوت فيها سيارات؟ كان فيها باصات يدخلوها الباصات؟ باصات كانوا هذول احمد عبد القادر العفيفي. نعم شايف كيف؟ من صفوري الى الناصري باص اثنين ياخذوا الركاب ويجيبوهم ويروحوا. ما فيش، والطريق عادية يعني. طب هذا الطريق اللي كان بين الناصري وصفوريا، هذا الطريق ما كانش معبد؟ معبد عادي وما زفت لا. يعني ترابي كان؟ ترابي. وتسلكوا البساط والسيارات؟ الأرض قاسية هناك والأرض عادية. نعم. طب شو كانت الشركات اللي لها بساط عندكم غير العفيفي؟ بس. فقط بساط العفيفي اللي كانت تمرق؟ طب في صفوريا ما كانش ولا اي انسان مواطن بيملك سياره؟ لا، ولا واحد كان عنده سياره في قريه صفوريا. هناك بيستعملوا يا اخوي غير الخيل. نعم. الخيل والدواب. نعم الخيل الاصايل والدواب. طيب انتوا شو الوسائل النقل اللي كنتوا تستخدموها للتنقل بينكم وبين القرى الاخرى والمدن؟ شو وسائل النقل كانت؟ وسائل النقل على الافراح شايف كيف؟ نعم. على الافراح تندعي البلد على الافراح، يركبوا خيلهم ويروحوا على الافراح ويروحوا يحضروا التعاليل وروحوا، بقول يروحوا صغراي يعني يحضروا التعليلي وروحوا رأسا على البلد. وثاني يوم العرس على الزفتي كدوا على الزفتي ويحضروا الخيل، والخيل تخيل والبدان تلعب. هاي كانت سوائل البلاد والبلد القدم. يعني انا قصدت الوسائل المواصلات اللي كانوا يتنقلوا فيها، يعني هذا اللي قصدته انا. يعني على ايش كانوا يتنقلوا الناس؟ كانوا دائما عاده يمشوا على الاقدام ولا يركبوا الدواب او لا، اللي عنده فرس يركب فرسه. نعم. ويروح، واللي ما عندوش فرس يركب دابه ويروح. على يعني التنقل على الخيل والدواب. نعم. طيب الان راح ندخل في موضوع الحمائل والعشائر اللي كانت تسكن صفوريا. نعم. الحمائل والعشائر العائلات اللي كانت تسكن صفوريا، كيف ذاكرتك في اسمائهم العائلات؟ والله الحمائل والعشائر هذول دار نجم. قبل ما ندخل فيهم، هل كانت صفوريا مقسمه الى حارات؟ كل بلد طبيعيه مثل ما تقول، هاي حاره الجمره. ايوه هاي حاره الحمايدي. كان موجود هذا الحكي في صفوريا؟ هاي المطارق هاي. نعم. يعني كلها يسموها حارة العشيرة الليبرالية، هاي عشيرة الليبرالية، هاي العشيرة الليبرالية. يعني ما كانش في حارة شرقية وحارة غربية وحارة. طب اعطينا اسماء العائلات اللي كانت موجودة. عائلة نجم قلت لي. دار نجم. دار نجم. وين كانوا موجودين هذول؟ في أنهي منطقة؟ بالحارة الغربية. بالمنطقة الغربية. نعم. غير دار نجم. اي نعم. الموادي. بالحارة الشرقية. المواعدي؟ اي نعم. المواعدي. شرقية، نعم. الحدايدي. الحدايدي. اي نعم. من شمال شمال الموعدي. شمال حارة الموعدي، الشمالية. شمال. السعدية بالشمال. السعدي شمال. ايضا. دار الحج مو وسيط البلد. دار الحج، في عائلة اسمها دار الحج؟ اي نعم. هذول وسط البلد. اي نعم. عائلات اخرى؟ الخطاطبي. الخطاطبي برضو بالشمال للشرق. شمال شرق. ايضا العشائر يعني الكبار يعني كبير. العائلات الكبيرة. نعم. انتوا عائلتكم شو كان اسمها؟ اسمها احنا كلمة العائلة الجعفري. الجعفري. بنرد مع المواعدي. بتردوا مع الموادي. مع الموادي يعني. نعم. بتردوا للموادي. نعم. طيب يعني احنا الان ذكرت لي انت حوالي ست عائلات كبيرة اللي هم دار نجم والموادي والحدايدي والسعدي والحج والخطاطبي. يعني اللي بدي عندك دار نجم. نعم. حمايل كثار صاروا.
حبايبي كثار الان، بس انسى دار رجل ضبيتهم كلهم. اما بدي عندك عشاير دار نجم، نعم، في دار العفيفي، العفيفي بردوا لدار نجم، نعم في العفيفي، نعم، في دار رشيد، دار رشيد بعدوا دار نجم، نعم، في دار سليمان بعدوا دار نجم سليمان، نعم نعم، في عندك اللهم صل على سيدنا محمد دار سليمان بردوا دار نجم، نعم دار سليمان دخلناهم، نعم يعني يعني بدي شو بدي اذكر لك يعني عشاير عديد. طيب هذول دار نجم ما عندنا صير صحيح بالضبط دار نجم كله. طيب المواعد شو بتفرع منهم المواعد؟ المواعد عشير لحالهم. مش انت قلت لي الجعافر بردوا للمواعد؟ بنرد لهم. في غير عائلتكم غير الجعافر بردوا للمواعد؟ بس. طيب الحدايدي في منهم لحالهم. برضو لحالهم، هذول يعني قسم لحالهم. نعم. يعني ما بصير يعني لا سمح الله شيء قال هذا ما حدا بيسالهم. نعم. كل عشيري مسؤولي بحاله. طيب احنا بنعتذر لاخواننا المشاهدين في حال انه اخونا ابو محمد نسي اي عائله او اسم اي عائله، واذا ابو محمد بتتذكر اي عائله اثناء لقائنا اذكر لي اياه. نعم. اذا تذكرت اسم حمولي او عشيري ما ذكرتها اذكر لي اياه اثناء اللقاء. ان شاء الله. طيب الان راح اسالك مثلا دار نجم. كان لهم مختار مثلا او كبير؟ المختار؟ مختار دار نجم. المختار لدار نجم كلهم نعم كان محمد الحج. محمد الحج. ومن بعده اجى ابنه سعيد. سعيد. سعيد الحج. نعم. والموعدي. الموعدي مين كان مختارهم؟ المختار محمد الموعد. محمد الموعد. من بعده اجى ابنه صالح. صالح. اي نعم. الحدايدي. الحدايدي منهم مش مختار. ما هو مختار؟ مختارين الكبار العشاير الكبار. طب مين كان كبيرهم الحدايدي؟ مش مختار، نعم. كبيرهم. الممثل تبعهم للحدايدي مين كان ممثلهم عندكم في البلد؟ والله عادي اللي يشبه خلطه كثير يعني ناسي حارة الحدايدي. طب السعدي؟ لا كان الكبير تبعهم السعدي. السعدي كان الكبير فيهم وممثلهم الشيخ احمد الشريف. الشيخ احمد الشريف. والشيخ عباس الشريف. نعم. هذول اللي كانوا يمثلوا السعدي والاشراف. نعم. اي نعم. طيب دار الحج اللي هم وسط البلد مين كان يمثلهم كبيرهم؟ دار الحج محمد الحج وسليمان الحج هذول الكبار. الكبار نعم الكبار. والخطاطبه الخطاطبه مصطفى احمد اليوسف. مصطفى احمد اليوسف. نعم. طيب كان في هناك دواوين ومضافات في صفوريا ابو محمد؟ نعم. كان دواوين ومضافات؟ كان في مضافات؟ كل دار فيها مضافه. كل بيت ولا كل عشيرة؟ لا كل دار. الأول مش مثل اليوم. نعم. يعمل مضافات. كل دار فيها مضافة. كل بيت كان فيه مضافة. أبدا. كل دار فيها مضافة. كل واحد على شرعه من عندي معمر فاتح مضافة عنده. نعم. أبدا. طيب في صفوريا كان في هناك مكان مميز؟ مثلا ساحة كبيرة أو شجرة كبيرة بيجلسوا أهل القرية عندها؟ كلها منها ومشرقها كلها مرج إلها. نعم. مرج كلها ساحة. كلها ساحة. ساحة من أي جهة هي كانت؟ من الشرق. من الجهة الشرقية. كل الناس يروحوا على هاي المنطقة. نعم. من الجهة الجنوبية البساتين والمي والخير الله بتبعد يعني أبو كيلو. نعم. بس. نعم. بينها وبين علوط هاي. طيب الآن راح أسألك عن المدارس عمي أبو محمد. كان في مدرسة في صفوريا؟ مدرسة عمومية بس الكثيرة فوق على ظهر التل. وكان خطباء يقروا قرآن حضر أولاد قرآن. نعم. برغيف خبز. نعم. أو كذا كل يوم الولد يأخذ له الريف خبز ويروح على المدرسة يقريه عند الدكتور صغير ويصير يقريه يحفظ القرآن عند الشيوخ. عند الشيوخ. أنت ما رحت قرأت عند الشيوخ؟ أنا ما رحتش والله. أنا أول كان ملوش غيري وكنت فاصل للدنيا كلها. كنت معاه دائما. ما رديتش. علي كنت يحطني عند الخطيب بس. قلت أبدا ما رحت. ما رحت.
طب تتذكر اسماء الخطب اللي كانوا يجوا يدرسوا؟ والله بتذكر واحد قرأ عنده هذا ابن عم الي اسمه الشيخ حسن حلابه. حسن حلابه منين كان يجي هذا؟ من صفوري ولا من قريه ثانيه كان يجي؟ لا من صفوري، من نفس البلد. نعم حسن حلابه. طب المدرسه عمرك دخلت هالمدرسه؟ صغير يا زلمه، هي محل مثل غرفه هيك. نعم يجمعوا الاولاد وصغير يدرسهم يعني. بس هي عباره عن غرفه المدرسه. بس. طب تتذكر المدرس اللي كان موجود فيها؟ بتذكره على جنب البلد من الجنوب حد البيادر. من الجهه الجنوبيه كانت. طب تتذكر اسم المدرس اللي كان موجود فيها؟ اسم المدرس. الشخص اللي كان يدرس او المعلم. ما بتذكر والله. ما بتتذكر اسمه. طب اسماء من اللي تعلموا هذول ما بتتذكرهم؟ والله هذا ابن عمي هذا اسمه لطفي. لطفي. درس عند الشيخ هذا. عند الشيخ وفي المدرسة قصدي، درس في المدرسة؟ وبعدين التحق راح عسكري إضافي. مع البريطاني. عند نعم. صار طيب. عسكري إضافي وحطوه نواحي ببلاد غزة. نعم. ترى دمرة وبيت حنون وهذيك المنطقة بالكروب حرس. نعم. طيب المدرسة هاي بتتذكر لأنوصف كانت تدرس اللي عندكم اللي على التلة؟ لأنوصف كان يوصل الطالب فيها؟ والله ما بتذكر يا ما بتتذكر. طيب وين كانوا يروحوا يكملوا تعليمهم الأولاد عندكم؟ اللي بيخلصوا من هاي المدرسة. كيف؟ اللي بيخلص من سفوريا دراسته وين كانوا يروحوا يكمل تعليمه؟ الطالب اللي الله من أمه بيروح يكمل يا بالجامعات بمدارس برا يا بالناصرية يا بمدارس كثيرة وروح يكمل برا يعني. يكمل برا. نعم. ولا جمعيات ما فيش عندنا. نعم نعم. طب مسجد كان عندكم مسجد في صفوريا؟ مسجد واحد. تتذكر وين موقعه هذا المسجد؟ نص البلد. نص البلد. تتذكر شكل بنائه؟ كيف كان مبني؟ كان بنائه هذا زمان 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 قديم. نعم. نص البلد باب الجامع بصد للغرب، شايف كيف؟ نعم. وبنزلوا له لتحت شوي ارض واطي. نعم. وبعدين عمروا فيه كمان سدي لجي صف ثاني لفوق صفين ثلاثه فوق. نعم. سدي يعملوا. نعم. للمصلين وفتحوا له باب بالجامع من مشرق. نعم. اي نعم. طيب هذا الجامع مبني من ايش كان؟ نعم. مبني من ايش كان مبني؟ هذا خبر الله يا ربي من زمان زمان يعني قبل ما يخلق جدي. قديم يعني من الحجر من الحجر الاسود ولا حجر حجر ابيض. حجر ابيض. دخلت. ما عندنا حجر اسود هناك ابدا. ما في. كله حجر ابيض. طب دخلتوا هذا الجامع من الداخل انت؟ والله دخلته وصليت فيه. صليت فيه؟ والله. طيب مساحته ابعاده قديش طوله في عرضه المكان اللي كانوا يصلوا فيه؟ المساحه حواليه مش كثير. في ساحه حواليه؟ قدامه في ساحه للمغرب. نعم. عندما تدخل على الجامع في قدامه ساحه. نعم. كان في مرافق مثلا مكان للوضوء وللحمامات؟ كان موجود في هذا المسجد؟ نعم. طب تتذكر الامام اللي كان موجود فيه؟ والله الاماميه كثار يا سيدي. طيب. بقى عندنا امام عالم اسمه الشيخ محمد. الشيخ محمد. وبقى عندنا مؤذن هذا اللي اسمه احمد العلوطي حتى. هذا كان يجيكم العلوط يعني؟ العلوطي ضرير حتى ضرير بس صوته جميل يعني. نعم. هذا مؤذن. كان مؤذن في هذا الجامع. اي نعم. طب كان في كهرباء عندكم انتم في الجامع؟ ما فيش ولا كهرباء كان. طب كيف كان يؤدي المؤذن؟ بضاقة الوقت على الميدان فوق. كان في ميدان له قبة المسجد؟ ميدان فوق له ميداني. اي نعم. كان له قبة أيضا؟ اي نعم له قبة. وفي شبابيك وفي شبابيك. والطراز اللي كان مبني فيه طراز عقود ولا سطح السطح كان مسطح؟ عقود. عقود كان مبني. نعم. طب تتذكر السعة له هذا المسجد قديش كان يتسع للمصلين؟ يعني كان يتسع مثلا ل 200 شخص مره واحده او 300 شخص او 100 شخص يصلوا فيه مره واحده؟ الجامع المصلين بقى يسع اكثر من 200 250 يسع. نعم. طيب ابو محمد كان في كنيسه عندكم في صفوريا؟
لا ما كان في كنائس ولا في مسيحية عندنا مرة يعني ما كان في مسيحية. اه طب مقامات لأولياء صالحين كان عندكم مقامات؟ والله ما مش ذاكر يعني ما فيش. لا مقامات لشيوخ صالحين او اولياء ما كان فيه. طيب زوايا كان عندكم زوايا؟ عارف شو الزاوية؟ الزوايا بعض الاماكن بيصلوا فيها مثلا بيوت. زوايا يعني ما بتعرف الزاوية شوية؟ ما فيش ما كان في زاوية. زوايا ما في ما كان. طب كان يدقوا عندكم العدة في صفوريا؟ نعم يدقوا العدة. كان يدقوا العدة؟ كانوا يدقوا العدة نعم. وين كانوا يدقوا العدة؟ منين كانوا يطلعوا؟ من فوق من عند السعدية من فوق من عند الأشراف. اه اي نعم. كيف كانوا يدقوا العدة؟ شو كانوا يعملوا حتى يدقوا العدة؟ يدقوا العدة مشايخ وما يعني يموت واحد من أهل البيت معناه تطلع العدة تدق وراه الأعلام. شو الأعلام كان ألوانها أيامها؟ أعلام خضر. ألوان خضر. خضر نعم نعم. طيب راح نتكلم عن الوضع الصحي عم محمد. كان عندكم عيادة مثلا أنتم في صفوريا مثلا؟ عيادات؟ اه لا. مركز صحي ما كان فيه؟ لا. ولا طبيب خاص؟ ولا طبيب خاص. طب وين كنتوا تتعالجوا أنتم في حالة المرض؟ يطلعوا على الناصري. على الناصري. على الناصري. نعم. اللي مرض على الناصري. اللي بده يتعالج على الناصري. طب أنت شخصيا رحت على الناصري تعالجت؟ نعم. رحت على الناصري تعالجت؟ أنا؟ اه. والله تعالجت عند الدكتور اسمه الدكتور يوسف. يوسف. اه هذا بذكر اسمه. هذا دكتور عربي؟ اه. عربي؟ عربي اه. كان في مستشفيات بالناصري؟ كان كثير مستشفيات. فيه. نعم. اه في. نعم. طب ما كانش في ديني يا عمي. اه. اه ديني. طب كان فيش عندكم طب عربي مثلا في صفوريا مثلا؟ عرب؟ طب عربي طب عربي. لا طب عربي ما في والله ما بذكر لك واحد طب عربي الا بجوز اذا واحد انكسرت ايده. نعم. يروحوا يجبروها اجبار عربي هيك. اجبار. آه. مين كان مميز في اجبار عربي؟ يروحوا على العرب على العرب برا على العربان. آه. على العربان. اما عندكم ما كان في البلد واحد يجبر. ايضا طيب يا ابو هاي الكمبات الألمانية ما كنتوا تصلوها أنتوا في حالة العلاج مثلا؟ نعم. الكوبانيات اللي قلت لي الكوبانيات في كام كان في بيت لحم و وقلت له كنا نروح نشتغل فيها هاي منطقة أم العمد وبيت لحم. آه. ما كنتوا تروح تتعالج غاز مثلا أو كانوا يروحوا من البلد هناك يشتغلوا عندهم. كانوا يشتغلوا. آه يشتغلوا عندهم. ما كانش في مراكز صحيه يحصوا ويزرعوا هذا مع الالمان يعني الهم. نعم. اه طب راح نتكلم عن لهم هناك كمان ارض مساكن وعمروا يعني مثل ما تقول بركيات وغصاص للسكن يعني للعمال اللي بتروح تشتغل عندهم. نعم. آه. طب المياه كيف كانت تصلكم المياه انتم في نعم المياه؟ المياه عندنا واجده من القسطل هذا اللي سميت لك اياه اللي بين صفوري وبين علوت. نعم. اه وسحبوا منه مي كان عندكم شبكه للبلد. كان عندكم شبكه مياه؟ آه. اه وصلوها للبلد. آه. اه يعني كان عندكم مواسير وحنفيات في البيوت؟ اه وصلوها مواسير وحنفيات. نعم. للبلد. وكانت تيجي من القسطل؟ من الاول. اه كانوا يروحوا يشدوا على الدواب مشاتين يروحوا يحبوا مي ويجوا. منين كانوا يعبوا؟ من القسطل قبل ما تصل المي البلد. اه. آه. طب هاي القسطل يعني عين؟ عين وماشي نازله ومغرب مغرب. نعم. كلها بساتين هناك. نعم. كلها بتشرب منها. وتروحوا تعبوا منها مي. اه. ومين اللي عمل لكم شبكة المياه هاي لما انتم وصلت شبكة المياه إلى صفوريا؟ بقول لك والله ما ذاكر يا سيدي. طب عملوا خزان مي في صفوريا خزان كبير؟ عملوا له حوز فوق. حوز. وين بنوا منطقة عملوا بصفوريا؟ اه من البرد والجنوب. نعم. اه عملوا حوز فوق. نعم. والمي تدفق على الحوز والحوز ينزل على الحنفيات اللي على البلد. طب البيوت كلها صار فيها حنفيات؟ نعم. البيوت كلها صار مش فيها. على البيوت. لا عاد. عملوا منطقة حنفيات على البيادر طرف البلد من الجنوب. نعم. اه والحنفيات هالناس تنزل كلها
المرأة تنزل تعبي جرتها وتظلها مروحة. ايوه يعني ما وصلوا للبيوت؟ لا 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 على البيوت ما وصلت. طب كم حنفي كان يحطوا على الموقع؟ كثير. موقع واحد لانه كان يعني الماسورة 3 انش 4 انش اللي تنزل تحت. من الجهة الجنوبية عملوا الحنفية. وبدون مقابل كنتوا تاخذوا المياه ولا في ناس ياخذوا منكم فلوس؟ ولا باخذوا فلوس ولا شيء. نعم. النساء يروحوا عبوا. وكيف كنتوا تحملوا المياه على الدواب ولا كيف تنقلوها للبيوت؟ كانوا بالاول يحملوها على الدواب يجيبوا لنا. نعم. اما وصلت المي تحت. نعم. صارت المرأة تملي على راسها تحت. تعبي جرتها او تركتها وتظلها مروحه. طب ما كانش في عيون ماء حوالين قرية صفوريا؟ لا. عيون ما كان فيه. ما كان. كان في بير ربيع كمان بطرف البلد بالسهل من شمال. نعم. اسمه بير الدوية. بير الدوية. هذا كان مسافة أكثر من 30 40 كيلو. نعم. عن البلد بالمرج تحت. نعم. هذا أهل البلد يعني. نعم. شايف كيف؟ والعربان والعصبيين والأظل كلها تشرب من هذا البير. مين حفر هذا البير؟ تعرف مين حفر؟ هذا زمان اساسي قديم. بعرفش. وفي نبع هذا الحفر؟ نبع. نعم. وتروح تاخذوا منه النبع يجيبوا منه على الدواب؟ لا ما بيجيبوش منه من هناك. قال بجاب الحصيدة الناس تروح تاخذ منه مي. نعم. حواليه. والنبع للشفي ما بيجيبوش. طيب كان في عندكم ابار عامة داخل صفوريا مثلا؟ ها؟ ابار كان في ابار؟ لا. وديار. ولا كان في بيرك تجميع مياه عندكم عمي في صفوريا؟ ابدا ما كانش عندكم بيرك لتجميع المياه. طيب الاناره انتوا في البيوت كيف كنتوا تضوعوا حالكم؟ لمبه هاي بنسميها لمبه لمضة على كاس. على كاس. نمرة 2، نمرة 3، نمرة 4. لمضات. على كاس. على كاس. وفتيلة فيها. وصبارة هناك معلقة وتضوي البيت. وقناديل عادي. مثل قناديل العرب. نعم. طب اللوكس ما كان عندكم اللوكس؟ في ناس بقت تستعمل لوكسات. نعم. بقت تستعمل في ناس تستعمل اللوكسات. نعم. وناس ما تستعملش. كان العرس عندنا يصير. نعم. على الحطب. على الحطب يولد. على الحطب احزم حطب. نعم. السعجي تصير الناس تسحب على النار على ارض الحطب. نعم. لانه ما فيش كهرباء كانت واصله يعني البلاد. طب الكاز منين كنتوا تشتروه عمي ابو محمد؟ نعم. الكاز منين كنتوا تشتروه؟ الكاز والله بقى احنا ناخذه من تركيا. بعرفش منين يستوردوه، من اي بلد، من اي مطرح يجيبوا كاز ما بعرف والله. يعني كنت تشتروه من الدكاكين ناخذه. طب بما انك تذكرت الدكاكين، تتذكر كم دكاني كان بصفوري؟ كثير. ايه شو بدي اعدك دكاكين؟ ايه بلدي يا زلمه 16,000 هاي دكان وثنتين و10 ما بيكفيهاش هاي. نعم. إيه؟ طب تتذكر اسماء من اصحاب هاي الدكاكين؟ والله بتذكر واحد اسمه اشهاب. لحظة شوي. دكانة اشهاب. وين كانت موجودة هاي دكانة اشهاب؟ هذا اشهر الدكاكين. وفي واحد بتذكره اسمه محمد داوود الموعد. الموعد هذا. محمد داوود. نعم. وبتذكر لك واحد اسمه احمد الدكاكين. هذا بالحرب الغربية تالي. أحمد دكاكني؟ اللهم صل على محمد. وبتذكر لك واحد اسمه أحمد سليم. أحمد سليم. أحمد سليم. وبقى الشيخ عباس أحمد شريف فاتح. نعم. كمان مخزن في دكاني. نعم. هذول اللي بتذكرهم يعني. نعم. طيب الآن لو سألتك أنا عن دكانة شهاب، وين كانت موجودة دكانة شهاب؟ ب
بين الحارة الغربية وبين الحارة الشرقية حارة الموادي. نعم. نعم. وهذا محمد داوود برضو نفس حارة الموادي. يعني بعد بعضهم يعني يقرأ بعض بعضهم. بس أنت ذكرت لنا حافظ بس. الدكاكي هذا بالحارة الغربية. أنت حافظ بس ثلاث دكاكين كأنك بس؟ لا لا هذا اللي حافظهم يعني شو. نعم. لأنه مد الواحد يا أخي غايب عن العالم وغايب عن الناس. أما أنت بتتذكر أنه كان يعني أكثر من 10 دكاكين موجود؟ أكثر. أكثر من 10 دكاكين؟ أكثر. نعم. طيب مقاهي كان موجود في سفوريا؟ نعم. مقاهي مقهى. مقهى؟ ما كان في مقهى موجود. ولا واحد كان يمشي بالبلد هناك مفرق. إيه. أبداً. لو انه ميت من العطش واخته ولا مرته ملقيته جاي من المي بيسترجيش يقول لها اعطيني بدي اشرب. نعم. بيت اخوه بيدوروا على اخوه بيقدرش يدق الباب فلان هون هون فات مش هون بفتش. نعم. لعمه ما بقوله يا عمي بقوله يابا. نعم. لابن عمه بقول له خيا. هذا هيك كانت اللغة عندنا بالبلد كلها دارجة. نعم. احترام يعني. طيب الرادو وصل لصفوريا كان في رادو؟ راديات؟ والله ما مش خابر ما في لا. ولا حتى المحطين إلا كان راديو يكون عند المختار. تذكر انه وصل المختار راديو اللي يكون عند المختار راديو. نعم. لحتى يسمعوا عليه اخبار يسمعوا عليه كذا يسمعوا كذا بس ولا المحلات العائلات ما فيش. نعم. عمرك سمعت انت الراديو هناك؟ سبوري عمرك سمعت الراديو؟ لا ولا حضرته. ولا حضرته؟ ابدا. طيب ملاحم كان في ملاحم في سبوري يا عمي ابو محمد؟ والله هذا كان هذا صاحب دكان شهاب كان فاتح دكان وفاتح ملحمة بحد الدكان يبيع لحمة كان. وهذا الثاني محمد داوود كان الثاني لحم كثير لحام يعني في احمد مفلح الدياب وحسن الدياب هذول اللحامي. وين كانوا فاتحين هذول؟ بنفس البلد؟ بنفس البلد. بوسط البلد ولا بشمالها جنوبها؟ لا بنفس البلد جوا جوا في البلد. في غيرهم لحامين كان غير هذول الشخصيين؟ لحامين كثير. نعم. طيب حلاقين مين وين كنتوا تحلقوا انتوا؟ كان في صالونات حلاقة عندكم؟ حلاقين؟ كان واحد اسمه يوسف وواحد اسمه سليم والله كل شيء اسمهم كلهم في حلاقين في يعني كان لهم محلات ولا يحقوا في الشارع؟ كل واحد عنده غرفة مثل غرفة الدكان هي قدها الدكان. نعم. يحلق لها الناس فيها. نعم. مش يعني مثل ما تقول يعني محل مرسم. نعم. هالكرسي وكون ساحب هالكشاط معلق سن هالفوس يا ابو الستين وصخ يا جماعة لقيت فلاحين. نعم. يعني هذول يوسف ومين الثاني اللي ذكرت اسمه؟ اسمه سليم. سليم. وين كان موقعهم هذول في البلد؟ هذا كان على طرف البلد بحد البيادة هذا سليم. من الجهة فوق فوق حارة الموعدي بين حارة الموعدي وبين الحدايلي. نعم. طب كانوا حلاقين يجوا من قرى أخرى مثلا؟ كانوا حلاقين يجوا من قرى أخرى؟ لا مش من القرى لأهل البلد بس. من أهل البلد يجوا. لأهل البلد. نعم. لأهل البلد. طيب أيضا فران كان عندكم فران؟ فران؟ كل واحد يخبز بدوره على الطوابين. كان في طوابين عندكم؟ طوابين. نعم. طب انا سالت كيش الحلاقين كانوا ياخذوا منكم فلوس ولا على الموسم ياخذوا منكم؟ لا بقوا ياخذوا يا سيدي العزيز في ناس يقطعوهم مقاطعه سنوي. سنوي؟ للبيدر. على البيدر. للبيدر. نعم. يقطعوا صايل حب مد حب او 3 ساعات حب وناس تعطي فلوس ابو 10 قروش ابو 15 قروش. مباشرة. على البركة. نعم. طيب فران قلت لي انه انتم كان عندكم طوابين. طوابين. فقط. كلها طوابين. طب شو كنتوا تخبزوا انتم فيه؟ خبز حصاوي.
كان عندكم خبز حصاوي؟ اه الا حصاوي. تستخدم بس طحين القمح ولا طحين اخر؟ لا 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 بس القمح كان. طب ما كنتوا تستخدموا طحين الذره مثلا؟ الذره هاي كانت تستعمل العربان من هو مغرب. نعم. يطحنوا الذره ويخبزوا ذره. اما انتم ما طحنتوا؟ لا. في ايام العجاف ما كنت تزرعوا تخبزوا؟ على ايامي انا اللي لحقته ما خبزناش ذره ولا واحد خبز ذره. من مره؟ اه. طب خبز الذره لوحده شو كان اسمه خبز الذره لوحده؟ في خبز الذره هذا بسموه كراديش. كراديش. اكلته انت؟ طيب. هذا الكرتوش. رح ناخذ استراحه دقيقتين ابو محمد ونتابع فيما بعد، الله يعطيك العافيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذا اللقاء مع السيد راجل محمد حسن الجعفر أبو محمد من قرية سفوريا قضاء الناصرة، وهذا الجزء هو الجزء الثاني من هذه المقابلة، وكنا نتحدث عن موضوع الأفران أبو محمد، وذكرت لأنه كان عندكم طوابين، وسألتك آخر سؤال عن طحين الذرة وقلت لأنه هذا الكردوش. طب أنتوا هذا ما كنتوا تخبزون الكردوش؟ ولا نخبزه ولا ندور عليه، لانه كردوش الذره هذا نعم حطوا بخبيط الزيت سري وطلعوا افرقوا بتلاقي اللب ناشف. نعم. لانه مثل زفتي مثل غيرها. نعم. طب انتوا الطحين اللي كنتوا اللي هو طحين القمح اللي كنتوا تخبزوه من ما تزرعونه، يعني اللي بتزرعوه انتم نفسه هذا اللي بتطحنوه ولا كنتوا تشتروا القمح شراء؟ لا لا من الزراعه. نعم. من الزراعه. طب تكين اخرى في طحين عندنا بالبلد يعني. كان عندكم بابور طحين؟ نعم. نعم. طيب بابور الطحين وين كان موجود في البلد هذا؟ بالحاره الغربيه. بالحاره الغربيه؟ نعم. مين كان صاحبه؟ صاحبه يا سيدي العزيز ومن دار نجم. مش ذاكر مين صاحبه. مش ذاكر اسمه. اه مش ذاكر. اما هو من دار نجم. أوه. نعم. نجم. شو كان ياخذ منكم مقابل الطحن؟ نعم. شو كان ياخذ منكم مقابل الطحن؟ والله مش كل واحد بقى ياخذ يعني على الطحن، ياكل يطحن كيل قمح يا علبة قمح يعني 6 ساعات. نعم. لانه الكيل 12 ساعة. نعم. هي الكيل. ياخذ له 20 قرش 30 قرش. اه على الطحنين. نعم. طيب كان في دكاكين اخرى مثلا زي خياطين او محلات بيع اقمشه عندكم؟ لا 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 والله ما في. ما كان ولا خياط في صفوريا؟ نعم. ولا خياط؟ خياطين؟ اه خياطين عربي كثير في كان. كان في خياطين عندكم؟ خياطين عربي قناديل وجاكيتات في خياطين. في كان في محلات لهم؟ لا بدورهم. بدورهم بدورهم كل واحد بيخيط بداره. طب تتذكر يخيط بروح عليه ودي شكل القماش اللي بده يخيطها. نعم. بفصل له اياه وخيطها. طب تتذكر اسماء منهم هذول الخياطين اللي كانوا موجودين؟ والله انا بتذكر واحد بقيت انا دائما اخيط عنده انا. شو اسمه؟ اسمه رجع. رجع. اه من نوع عيله هذا رجع؟ اه رجع عبد المجيد. رجع عبد المجيد. اه نعم رجع عبد المجيد. نعم. هذا كان الحقيقة انه معلم بالخياطة. نعم. وشاطر. كان شاطر هذا. اه والله. نعم. طيب كان في مثلا ورشات عمل يدوي مثل مناجر محادد؟ كان في منجرة او محددة في صفوريا؟ مناجر عربية. اه. اه عربية. يعمل مثل سبت بيسموه سبت للسوان للهواعيها او سبت. آه. او خزانه عربيه شايف. نعم. كيف؟ طاوله مطوى يعني. اه يعني مثل مطوى. اه نعم شايف كيف؟ باب. نعم يفصل باب كذا. طب وين المناجر هاي كانت موجوده عندكم في البلد؟ كل حاره فيها منجره. فيها منجره. اه تتذكر اسمائهم هذول اصحاب المناجر هاي؟ اصحاب صاحب منجره؟ والله كان اسم واحد بابا اللي اسمه عبد الغني. عبد الغني. اه هذا في حارتكم كان موجود. آه. طب محددي كان في عندكم محددي في الحارة؟ لا محدد ما في. في صفوريا كلها ما في محادد؟ فيش. ما كان في. طب ياخذوا عدد السكك يحسبوها وهذا على الناصري. على الناصري. اه طب ويحذو الخيل وين كانوا يحذو الخيل ويجلحوا السكاكين؟ ها؟ يحذو الخيل وين كانوا يحذو الخيل؟
بالناصري برضه حدو الخيل في الناصري، لانه كان سوق الحلال بالناصري نهار الاثنين. نعم نعم. طب جلخ السكاكين مين؟ وين كنتوا تجلخوا السكاكين؟ السكينة وين كنتوا تحسموها تجلخوها؟ السكينة؟ كل واحد يسمها ببيته. في بيته؟ نعم. السكينة يسم كل واحد عنده سبيلية هذا يسلها على هيك ويمشيها. طب معامل طوبة أبو محمد، معامل طوبة وكسرات حجارة كان في بصفوريا؟ معابد؟ معامل، معامل، معمل طوب. معامل طرق؟ طوب، طوب. طوب؟ لوك يعني. لا لا لا. ما كانش فيه. لا. ولا في كسرات بجانبكم، كسرات حجاره؟ ما كانش حدا يعمل رطوبه هناك. ما كان. كله حجر. طب مصلحين للبوابير الكاز، كان يجوا عندكم مصلحين لبوابير كاز؟ هذول كانوا دبوره بالحارات. مين هذول كان يجوكم؟ من برا يجوا. تتذكر اسماء منهم؟ لا. طيب مبيضين طناجر، كان يجوا عندكم على البلد مبيضين طناجر؟ مبيضين كمان بالشهر او شهرين تيجي مبيض على البلد، يقعد يومين ثلاثه يبيض وظل ثاني. طيب وين كان يقعد هذا الشخص عادة لما يجي المبيض؟ في حارة يشوف له خشي ويقعد يبيض فيها. تتذكر اسمائهم هذول اللي كانوا يبيضوا الطناجر ابو محمد؟ لا ما تتذكر اسمائهم. طيب سؤالي لك ابو محمد، انت قلت انك كنت مدلل عند ابوك انت. والله. طيب وقت الفراغ الكبار، كبار السن في قرية صفوريا لما يكون عندهم وقت فراغ كيف كانوا يقضوه؟ وين كانوا يروحوا؟ شو كانوا يعملوا لما ما يكون عندهم عمل؟ ما فيش لا عمل ولا في منتزهات عندنا كان. ولا في مثل ما قال مزارع، كل واحد بندور لجنده وين ما بده بطش. نعم. اي منطقة بده يروح يتفسح يشم الهواء بطش، مساحة البلد وسيعة والارض وسيعة، والزيتون خير الله كله زيتون عندنا. نعم. عندكم زيتون كثير؟ كله زيتون، كله زيتون من الزيتون الرومي. نعم. بديل. طب ما كانش مثلا يتسلوا الكبار في الليل يلعبوا نردو مثلا وسيجي ومن هالقصص هاي؟ بيلعبوا السيجي، بيلعبوا المنقلي هاي. نعم. بالحصو. نعم. شايف كيف؟ بيلعبوا الشدات الهند، بيلعبوا الاسكمبيل هاي لعبة اختيارية، لعبة اسكمبيل. كيف كانوا يلعبوا هاي الاسكمبيل؟ شو اللعبة هاي الاسكمبيل؟ شو كانت اللعبة هاي؟ يعني هي شدي يعني؟ شدي شدي. نعم. شدي الصينية والخاتم كانوا يلعبوا؟ الصينية والخاتم هاي كانوا يلعبوا ايضا. نعم. نعم. طب الاطفال كيف كانوا قضوا وقتهم الفراغ الاطفال؟ شو الالعاب اللي كانت عند الاطفال؟ الاطفال وانت طفل كيف كنت تقضي وقتك؟ يلعبوا على الميادر. شو كانوا يلعبوا؟ على الميادر، يلعبوا الطابي. نعم. يلعبوا على مثل ما قال فوتبول. من ايش كانت مصنوعة الطابي؟ هاي في بيصنعوا الطابي من جلد. جلدي جلد. وبيحشوها برضه بجلد وبخيطوها. شو بصير؟ مثل الحجر. نعم. بتقسموا قسمين، قسم نازل وقسم طالع. نعم. شايف؟ واحد بوقف بيعمل هيك بزق الطابي هيك، يكون هذاك زقلها بهالعصا. نعم. اللي بيده. راحت كل هذا راح على الحارة تحتها، امتاز الطابي وضرب وصابه بنزل القسم الفوقاني تحت والتحتاني بيطلع فوق. نعم. هاي كانت لعبة الشباب والولاد الصغار. كانوا يضربوها في عصا. نعم. الطابي يضربوها هيك بالعصا. طب والكرة كانت موجودة عندكم؟ كرة القدم، يلعبوا كرة قدم على البيادة؟ لا ما كانش هناك كثير. ما كان في موجودة. طيب ايضا ما كان مثلا عندكم حكواتي يجي على البلد مثلا؟ نعم. حكواتي، حكواتي مسلي يحكي قصص وكذا، وصندوق العجب ما كان يجي عندكم؟ صندوق العجب ما عمرك شفته؟ ولا طلعت عليه. سمعت في صندوق العجب؟ سمعت بسمع فيه بس ما طلعناش عليه. طب كان يجي عندكم على صفوري هذول؟ لا ما شفته ولا. نعم. طيب الغجر والنور ما كانوا يزوروا صفوريا؟ النور كثير ما كانت يجي تنزل هناك. عندكم في صفوريا؟ آه. طب شو كانوا يعملوا الغجر والنور عندكم؟ شو اللي يشتغل غرابيل. نعم. اللي يحدد برا بهالخربوش عنده. نعم. او هاي شغلة النور. طب ويشحذوا. طب ما كانوش مثلا يعملوا حفلات مثلا رقص وغنى؟ لا 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 لا
ما كان يعمل ايه؟ ما كان هذا شيء معدوم، ما كانش موجود. اه طب هل هناك بعض الاشخاص اجوا اشتغلوا في صفوريا واستقروا وظلوا في النار في صفوريا؟ في ناس اجت اشتغلت في صفوري وعملوا يعني اقامه ظلوا. اه ظلوا ما طلعوا عائلات مثلا؟ لا لا لا، ما لا. فيش واحد من برا قريب اجى اشتغل وقعد مقيم. نعم. اه. اندي ما كان عندكم اندي في صفوري؟ لا. اندي رياضية؟ لا لا لا. طيب معالم تاريخية بالقرية او حوالين القرية، اثار، كان في موجود اثار في صفوري يا محمد؟ اثار يا سيدي العزيز على زمان الرومان وعلى زمان الرومان والهذا، هذا بقى من شرق البلد. نعم. وانت مشرقة ترى المشهد. نعم. تبحث وجه الارض هيك تلاقي قلات مربعات مرصوفي. اه مرصوفي. إيه في منه ابيض بيجي، في منه بيجي هيك اسود. شو هن هذول؟ من ايش مصنوعات هذول؟ اه حجر يعني. اه تلاقي الارض هاي وانت ماشي تكشفها كلها مرصوف في الرصيف، يعني هذا كفري. يعني هذا من حجر ولا فسيفساء قصدك انت؟ اه فسيفساء. اه هيك الحجر بيجي مربع. نعم. اه شو الوانهم هاي الحجاره؟ في اسود في ابيض. نعم. اه طب اثار اخرى، شو كان في اثار اخرى في بس هاي في المنطقه الشرقيه؟ اه بالمنطقه الشرقيه. هذا موجود بالارض؟ اه على وجه الارض، بس تبحث الارض شوف له هذا تلاقي له هذا مدفون. نعم. آه. طب هاي لاي عصور؟ تعرف لانه عصور بتعود هاي الاثار؟ ها؟ لانه عصر كانت تعود هاي الاثار؟ هذا زمان، زمان ما كان هذا بقولوا عنه هذا الملك الاصفر اللي سموا صفوري على اسمه. آه. شيء هاي على زمانه. طب هذا الملك الاصفر لانه عهد بعود بيزنطي روماني عثماني، ما بتعرف شو هذا الملك؟ ما بعرف والله يا ابو. نعم. طيب راح نتكلم الان عن الثروه الزراعيه والحيوانيه في قريه صفوريا، عن موضوع الزراعه. انت والدك كان يشتغل في الزراعه في صفوريا؟ طبعا كل انسان بيزرع وبيفلح، بيزرعوا قمح، بيزرعوا شعير. نعم. بيزرعوا عدس. نعم. بيزرعوا كرسلي. نعم. بيزرعوا جلبالي. نعم. شايف بيزرعوا حمص. نعم. اه بيزرعوا ذرة. نعم. بيزرعوا ذرة، عرقوس الذرة عندنا بالمرج شغل شمال البلد. نعم. هيك بصير من ثقله يكون حنى صار هيك القصلي تبعك. اه نعم. بيحني من ثقل العرقوس هيك بصير. نعم. لانه الربو قوية. طيب شو اهم منتوج كنتوا تنتجوه في صفوريا؟ والله كلها المنتوج كلها الزراعه مثل ما سميتك اياها، كل منتوج هذا طيب كلها. لا اكثر شيء كان يزرع في صفوريا. اه كلها. شو اكثر شيء كنتوا تزرعوه في صفوريا؟ اكثر شيء القمح والشعير والعدس. اكثر شيء والحمص. نعم. اه يعني هاي اكثر المواد زراعه كانت. اه طيب وين المناطق اللي انتم كنتوا تزرعوها؟ في اي منطقه كنتوا تزرعوا؟ اه الاراضي اللي كنتوا تزرعوها. اه في حوالين صفوريا ولا في جهه معينه من صفوريا؟ جهه معينه. من وجهه كنتوا تزرعوها؟ كلها بشمال البلد بالسهل. في شمال البلد؟ اه بالسهل. هاي معظم الاراضي الزراعيه؟ اه بالسهل. آه. نعم. طيب انتوا جنوب البلد حايد البلد وهذا كلها زيتون. نعم. طيب البيادر وين كانت موجوده عندكم؟ البيادر؟ نعم. البيادر جنوب البلد. جنوب البلد؟ اه نعم. من قبلي كانت؟ اه. تتذكر مساحة كلها بالجنوب؟ تتذكر مساحة البيادر؟ وفي شرق البلد كمان بيادر. المساحة مساحة العرب. البيادر تتذكرها مساحة البيادر؟ كبيرة كبيرة. نعم. اه يعني بدي اقدم لك مساحة البيادر حدودها من شرقها لغربها. اه شايف كيف؟ في مثل هون وحوار البيادر. اه كانت مساحة كبيرة جدا. اه نجاح انا صح كبير لانه فلاحة قوية يعني الناس يعني. نعم. اه طب كان في عندكم بساتين في القرية انتم؟ بساتين، كان في بساتين وبيارات عندكم؟ بيارات برتقال وهذا ما فيش الا غير ما اللي على العين القسطن. اه هاي بساتين. هناك في تفاح، في رمان. نعم. في توت. شايف هيك
بيزرعوا ملفوف، بيزرعوا زهرة، بيزرعوا خس، بيزرعوا ملوخية، هاي كلها على البساتين هناك. طب هاي البساتين والبيارات اللي كانت موجودة في لها أسماء؟ نعم لها أسماء؟ لا كلها اسمها مية القسطل. المي مية القسطل، البستان، البيارة كان لها كلها أسماء؟ كلها هي منطقة واحدة. يعني كلها. لمين كانت هاي؟ تتذكر أسماء؟ منطقة واحدة، كل واحد له قسم مسميها على اسمه. طب تتذكر أسماء أصحابها هاي البيارات؟ البساتين؟ بدي عندك صاحب شو بدي عندك؟ لا أنا بقول لك تتذكر من أسمائهم أصحاب البيارات هاي؟ كلها من البلد، من الحارة الغربية ومن الحارة الشرقية. نعم. كل واحد له قسم أرض هناك. نعم. زرعها بستان. نعم. على المي. طيب هاي البساتين كانت تروى منين عمي أبو محمد؟ نعم. البساتين كيف كنت تروها؟ المي منين كانت تجيها؟ من الأرض، من هناك نبع، من نبع القسطل. كل البساتين كانت تروى من نبع القسطل. كلها تشرب منها. نعم. طيب انتوا كنتوا تستخدموا اساليب جاريه، كنتوا تستخدموا اساليب حراثه حديثه في الزراعه ولا اساليب حراثه قديمه؟ يعني كنتوا تستخدموا الات وتراكتورات في الزراعه؟ لا كل واحد بيشتغل على ايده. نعم. لا في تراكتور يفلح له ولا فدان يحرث له. نعم. كلها الكاش على ايديهم وعلى يعني عاديه. الحراثه كانت على الدواب. ما كان في عندكم الات؟ على عادية. طب موسم الحصاد، في موسم الحصاد حصاد القمح، نعم، كيف كنتوا تتساعدوا مع بعض في موسم الحصاد؟ والله يا سيدي العزيز ما حدا يساعد الثاني. كل واحد يجيب عمال، نعم، حصادين، ويحصدوا عنده. نعم. نعم كل واحد يشتكي عمال حصادين. نعم. ويحصدوا عنده كلها مناجل، لا كانت في حصاله ولا كانت في شيء الا لديهم بالمناجل. طب ما كانش في شيء اسمه العوني عندكم؟ فيش العوني ولا المساعده؟ لا ما فيش، كل واحد يحصد لوحده، كل واحد على حاله. انت حصدت شخصيا؟ كنت تحصد انت؟ والله ما حصد، ما حصد. والله بهالبلد حصدت، بهالبلد هو حصدت. اما في بلاد غير 48 بس يعني بصفوريا ما حصدت؟ لا والله ليش ب 48 حصدت. طب ليش ما حصدت في صفوريا؟ ما كنت مدلل، كان ابوي مدللني. ما كنت تحصد؟ كان ابوي اللي يحصد. يعني كنت شيخ شباب انت؟ على كيفي داير. نعم. طب كان في عندكم معصرة زيتون؟ انتم معصرة زيتون؟ كان معاصر على دابة اول. على دابة، بعدين تطورت الامور عملوا مكبس للزيت. مين كان صاحب هاي المعصرة اللي على الدابة؟ مين كان صاحب هاي المعصرة؟ صاحبها يا سيدي العزيز اللهم صل على سيدنا محمد، اسمه سعيد عبد المعطي. سعيد عبد المعطي كان صاحب هذه المعصرة. معصرة واحدة كانت في صفوريا؟ معصرة واحدة. نعم. وين كان موقعها في البلد هاي؟ طرف البلد المغرب. من مغرب. طيب بعديها رد حدثوا يعني جاب الات؟ طبعا الات ومكبس عادي يعني. نعم. تدرس وتعصر وهذا لحالها. نعم. مثل هالمع المكابس اللي هون. نعم. المعاصر. طيب كيف كنتوا تنقلوا الزيتون لهاي المعصرة؟ على الدواب ولا بالسيارات؟ على الدواب. على الدواب. على الدواب بخياش، كياس. طيب شو كان ياخذ منكم مقابل انه كنتوا تحصروا عنده؟ والله مش ذاكرك شو كان ياخذ عادي. يعني كان ياخذ فلوس ولا كان ياخذ زيت ولا كان ياخذ زيتون؟ في لا في قسم ياخذ زيت وفي قسم يعطوه فلوس. نعم. لانه الزيت كثير من فضل الله البلد فيها زيت كثير. نعم. زيتون كثير. نعم. وبابور الطحين قلت لي انه كان في عندكم بابور طحين ايضا. مين صاحبه بابور الطحين اللي كان موجود عندكم؟ نعم. صاحب بابور الطحين شو اسمه؟ اسمه سعيد عبد المعطي. لا بابور الطحين مش المعصرة. بابور الطحين اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. رشيد السليمان. رشيد؟ السليمان. رشيد سليمان.
وين كان موقع بابور طحين في البلد؟ مغرب التالي من الجهة الغربية كان. وأيضا هذا كيف كان يأخذ منكم بالأجار؟ يأخذ منكم فلوس ولا يأخذ طحين؟ لا يأخذ فلوس، يأخذ رد منكم. آه فلوس فلوس. نعم. طيب إنتاجكم الزراعي أبو محمد وين كنتوا تسوقوه أنتوا؟ إنتاج زراعي؟ آه وين كنتوا تسوقوه؟ كنتوا تبيعوه؟ ولا واحد يبيع حبي، إلا كلياته خزين عنده. نعم خزين عنده، كل واحد حباته عنده. آه في فضل ينزلوا على الناصري، ينزلوا على تيجي التجار مثلا يشتروا حبوب يبيعوا. نعم. يعني والدك لما كان مثلا يسوق الانتاج عنده، لما يزيد عنده قمح وكذا، وين كان يبيعوا والدك؟ يجي تجار من برا يشتروا. يعني كان يجي تجار حبوب. اه يجي. نعم. تجار من برا يشتروا حبوب. نعم. هل يعني بلدهم مش غالي او كذا، تيجي. نعم. تجار دور بتلم حبوب، بتشتري حبوب على الجمال. نعم. اه. اما انتم ما كنتوا تروحوا للناصر، هم يجوا لعندكم التجار يشتروا. لا لا. نعم. طب الزيت والزيتون وين كنتوا تبيعوه ايضا؟ والله يا سيدي كل واحد زيتاته يلا يكفوه. ما كنتوا تبيعوه؟ لا لا. كله مونة للبيت. اه كله مونة للبيت. نعم. طب كان في قرويين مثلا من قرى اخرى يجوا يبيعوا عندكم انتاجهم؟ لا. بعض القرى ما كانت تجيب انتاجهم؟ لا لا. طيب اثناء موسم الحصاد ابو محمد قلت لي انه كيف كانت تكون العلاقات الاجتماعيه بين الناس اثناء موسم الحصاد؟ والله العلاقات كويسه كويسه كويسه، يساعدوا مع بعض الناس. آه. كانوا كويسه. نعم. العلاقات كويسه. نعم اي نعم. طيب حكومه الانتداب البريطاني هل قدمت اي قروض او مساعدات للمواطنين في موضوع الزراعه؟ مش خابر والله، ما قدمت قروض ابدا، ما كانوا قدموا قروض. آه. من مره. طيب الان راح اسالك عن المهنه والعقارات والاملاك قبل النكبه ابو محمد. انت شو قلت لي؟ ما كنتش تشتغل ولا اي شيء قبل النكبه؟ ما كان، شو كان عملك؟ انا ما اشتغلتش ولا شغله ولا اي عمل. اه ابدا. يعني كنت شيخ شباب قبل النكبه؟ شيخ شباب وداير. نعم. اه. طيب شو المهن اللي كانت موجودة عندكم في صفوريا انتم؟ نعم. الشباب شو كانت تشتغل عادة؟ الشباب؟ الشباب اللي كانت تشتغل، كل انسان بلشان بأرضه. نعم. وبحالته، واللي ما عنده الشغلة بينزلوا بيطلعوا برا، بينزلوا على حيفا بدوروا شغل، بيشتغلوا بحيفا، بيشتغلوا بأي مدينة برا. اللي بدوش يشتغل يعني برزقه او بحلاله. نعم. يطلع يشتغل برا. طيب شو الاعمال اللي كانوا يشتغلوها في برا في حيفا او في الناصري؟ عمال. شو بدهم يشتغلوا؟ عمال. اه عمال. كانوا يروحوا يشتغلوا في الموانئ مثلا، وفي سكك. آه. الحديد مثلا. اه بسكة الحديد يشتغلوا، المين البحريه يشتغلوا، اي شغله يعني. هاي الاعمال اللي كانوا. آه. يشتغلوها. اعمال. نعم. طيب الان لو سالتك انا تقدر تعدد لي املاك والدك في قريه صفوريا؟ شو كان له البيت اللي كنتوا ساكنينه؟ بتتذكروا البيت اللي كنتوا ساكنينه؟ البيوت كانت عندنا اغلبها صب بطون بالنابل يعني. كلها خشب، الخشب هيك، ويشتوا السقف بالخشب وبعدين حطوا كذا وطيني من برا. اه هاي البيوت القديمه يعني. آه. اما بالجيل اللي طلع صارت الناس اللي تعمر يصب بطون. يصب بطون صح. اي نعم. طب انتوا بيتكم بتتذكر بيتكم اللي كنت ساكنه انت؟ اه بتتذكر البيت اللي انتوا كنتوا ساكنينه؟ اه. كم غرفه كان موجود في البيت؟ غرفه بيت واحد على قناطر. نعم. زي ما تقول هاي من هون لهون على قنطرة. عقود يعني كنت تعملوه؟ اه والخشب جاي هيك على القناصر، شايف كيف؟ بيت كبير. بيتكم كنت عايش. آه. مع والدك ووالدتك انت في ذلك البيت؟ اه. وما فيش عندك اخوان؟ لا. كنت وحيد انت؟ ما جاش ابوي الا انا.
بنات واخت الي. اخت لك؟ اختي بالشام. ما زالت عايشة؟ اصغر منك ولا اكبر منك؟ اختك اصغر منك ولا اكبر منك؟ لا اكبر مني. ما زالت عايشة؟ متى اخر مرة شفتها؟ بالشام. متى اخر مرة شفتها؟ شفتها يعني من قبل 5-6 اشهر. زارتك ولا انت زرتها؟ انا رحت على الشام. زرتها؟ وين في الشام ساكنة اختك؟ بسبيني. بسبيني؟ نعم. طيب تعطينا وصف للبيت اللي انتم كنتوا ساكنين فيه، كم غرفة كان فيه؟ غرفة واحدة كانت؟ بيت واحد. بيت واحد ومحل الدواب والتريد والحب. وغرفة واحدة؟ وبيت واحد، بيت كبير يعني، مش بيت صغير، بيت كبير. يعني غرفة واحدة يعني؟ غرفة كبيرة. قديش ابعادها، طولها بعرضها الغرفة هاي؟ يعني تقريبا بدي اقول لك شو بدي اوصف لك. 10 متر يعني طولها؟ يعني 10 يعني اكبر من الغرفة هاي اللي احنا 8x8. اكبر من الغرفة هاي اللي احنا قاعدين فيها؟ اكبر يعني تقريبا 8x8 مساحة. مساحة الغرفة هاي. ومكان اخر كنتوا تحطوا فيه الدواب؟ ومكان اخر هذاك للدواب والتبن والحب. نعم. طب هذا البيت كان مصنوع من عقود؟ من عقود بس. عقد كان. مش مسطح؟ لا مش مصطبي. عقود. وكان في حوش حوالين البيت ولا ما كان في حوش؟ لا ما فيش حوش. ما كان في حوش؟ لا. طيب كان له شبابيك هذا البيت؟ شبابيك بقى له شباك من جهه الشمال على الشارع من ورانا. شايف كيف؟ وشباك بحد الباب من جهه الجنوب. نعم. بس طب هذا الشباك كان من خشب مصنوع ولا من زجاج؟ نعم. من خشب ولا في زجاج؟ لا خشب. خشب. والباب ايضا من خشب؟ والباب الداخلي خشب. كان في له كان له مفتاح للباب؟ له مفتاح عادي. نعم. في مفتاح دراب من جوا. دراب خشب. نعم. دراب من الداخل. نعم. طيب ابو محمد، ابوك كان بيمتلك اراضي في صفوريا؟ والله شوية. تتذكر كم دونم كان له ابوك؟ يعني ابو 40-50 دونم بس. كان له والدك؟ بنو منطقة كانوا هذول من بصفوريا؟ شرق البلد. شرق البلد. طرف المرج. كان يزرعها والدك؟ زراعية يعني. كان يزرعها هاي الأراضي؟ زراعية. كان يزرعها يعني؟ طيب كان في عندكم مثلا مواشي وحلال؟ اللي قالوا عنزي عنستين حلبات. نعم. شايف كيف؟ أو بقرة حلابي. كم راس غنم كان عنده والدك؟ غنم بيضة كان بيمتلك؟ لا في غنم بيضة كثير بالذات، بس انه احنا ما قلناش غنم بيضة. عن ستين ثلاثين بس حلبات. يعني منوحات كنت؟ نوني لله يعني بس. وابقار كان عندكم ابقار في البيت؟ وبقرة حلابي بس. بقرة وحدي. نعم. وخيل كان عندكم خيل في البيت؟ خيل احنا ابوي خيلك من الخيل. نعم. خيل أصايل بقى يقنا. نعم. وكدش للدراس والحياه يقنا. نعم. طب احنا ما ذكرناش الموضوع، الحيوانات في صفوريا كان بيمتلكوا كثير حيوانات في صفوريا اهل صفوريا؟ حلال كثير بالبلد كان. كان في حلال كثير؟ هذا العفيف كان عنده من فوق الألف راس غنم في صفوريا؟ لحاله. طب الحلال اللي كانوا يربوه في صفوريا كان للتجارة ولا لأي شيء؟ لا الولادة. للبيع. نعم. واللي ما هي بتضلها قاعدة. والحليب كانوا يبيعوه في صفوريا ولا؟ الحليب كانوا يجوا حلابي يبيعوه. وكانوا يجبلوه فيه؟ كان في يجبلوه. كان في عندكم مصنع جبان؟ في يجبلوه همي. في نفس البلد؟ نعم. وكنت تسوق الانتاج لوين؟ لتجار يجي يشتروا التجار؟ لتجار. التجار يبيعوا. يجوا عندكم على البلد يشتروا؟ نعم. يعني مرة صار معرض بحيفا. نعم. للخضار ولا للزراعة ولا كذا. نجيب لي نزل بطيختين
واحد من المزار نبا حيفا وواحد من عين غزال بطيختين. واحدة اجت 11 رطل وواحدة اجت 10 ونص. هاي اخذت الدرجة الاولى بال 11 وهاي الدرجة الثانية. هذا المعرض الزراعي. معرض الزراعة. انت شفتوا هذا المعرض؟ واحد درجي من قضاء عكا جاب بيطلع رطل رطل ونص صحن قضيب سنديان. كل عود هيك. نعم. قضيب. هذول الرطل ونص اخذوا الدرجة الاولى على الفحم الموجود بالمعرض. نعم. لانه منظر وها. هيك الفحمي وهيك سنديان مش مكسورة يعني؟ لا ابدا لافنه على الجريدة حاطين. هذا العفيفي اخذ بيطلع غصر نص لبني لبني يقولوها عليهم لبني. نعم لبني. وحطهم بزيت الزيتون شايف كيف يعني تتبارى فيه المرا. أخذ الدرجة الأولى على الليبل الموجودة بالمعرض. هذا نعم. هذا العفيفي. نعم. هذا المعرض الزراعي كي. ومن الخضار واحد جاب زر بندورة من كفر لام قضا حيفا. العنقود من فوق المصب واحد ومن تحت ثلاث أربع حبات وما المصب واحد. أجى رطل نص بالميزان. اخذ الدرجه الاولى على البندوره الموجوده. هذا الشخص. طب منيح انه يعني كان في مسابقات ومعارض عندكم. كان. هذا في حيفا كان يعملوا معارض. في حيفا. نعم. طيب البيت بتتذكر قديش عمره اللي كنتوا ساكنينه انتوا؟ نعم. البيت تتذكر لما بنى بيت والدك؟ والله ما بتذكر يا حج. طب ما بتتذكر مين بناه؟ ما بتذكر والله. ما كانش من طوابق، كان في بيوت من طوابق عندكم في صفوريا؟ من أكثر من طابق مثلا؟ كثير. في كثير. في بيوت تتكون من طابقين مثلا عندكم في صفوريا؟ في صار في بالمدة الأخيرة بنوت طابقين وطابق وثلاثة. نعم. بالمدة الأخيرة الناس تقدمت غير عن أول. نعم نعم. نعم. طيب أبو محمد هل تمتلك أي أوراق ثبوتية؟ جواشين لوالدك مثلا او وثائق شخصيه من فلسطين جبتها معك مثلا؟ والله يا سيدي اذا اجى معي هنا حصلت الا في كان وصل ضريب الدخل باسم ابوي بس واللي باقي ما باقي كله ضل هناك. طب هاي هذا الوصل من انو جهه من انو حكومه كانت؟ حكومه فلسطين. موجوده هذا الوصل عندك ما زال محتفظ فيه؟ والله يمكن انه موجود الله اعلم. طب اذا موجود شان ناخذ عنه فوتو وننزله على الموقع تبعنا هذا الوصل بس تدور لك عليه ماشي. نعم بين هالوراق بين هذا. طب الان راح نتكلم ايضا عن رموز القريه ابو محمد المخاتير واللي كانوا موجودين عندكم في القريه يعني اشخاص مشهورين عندكم في قريه صفوريا مثلا وجهاء معروفين كانوا يصلحوا ذات البين او بيطلبوا ايادي البنات مين تتذكر منهم هذول اسماء اسماء مشهوره كانت في صفوريا؟ والله يا اخوي الشيوخ المذكورين يعني وبيمشوا بالجهات. نعم مثل مين؟ بالجهات وبالدموم بغيره بصلحات بشيء يعني في جماعه كثار يعني مبينين في. نعم. منهم صالح السليم. صالح سليم. فيهم صالح محمد الموحد فيهم سعيد محمد الحج فيهم صالح بن احمد العفيفي فيهم الله صل محمد سليم عبد المعطي فيهم سليمان الحج في كثار فيهم يعني كثار الشيوخ يعني. طيب اشخاص مشهورين في حمولتك انت الجعفري؟ نعم. عيلة الجعفري مين في اشخاص مشهورين؟ والله يا سيدي العزيز اللي كان يعني المبين فيهم والكبير فيهم حياة والدي. والدك. نعم. طيب اشخاص مشهورين في الشعر والزجل الشعبي كانوا معروفين في 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 في, في صفوريا؟ كان في واحد اسمه بالزجل الشعبي حده. اسمه صالح عثمان.
صالح عثمان. اي نعم. هذا صالح معروف في في صفوريا كلها. معروف وبنتي على عراس برا على البلاد يعني. نعم. طيب اشخاص مشهورين في قريتك يعني على مستوى القرى، معروف اكثر شخص معروف في القرية. كلهم معروفين. نعم. كلهم اللي عديت لك اياهم هذول المعددين. كلهم مشهورين. طب قادة عسكريين او ثوار؟ قادة عسكريين او ثوار في قرية صفوري؟ ما فيش قاضي. ما كان في قاضي من مرة؟ ولا كان عندكم مثلا شيخ ازهري او طبيب مشهور او كاتب او ولا معلم؟ ولا واحد. ولا طبيب في في صفوري؟ ولا طبيب بصفوري. ولا معلم؟ ولا معلم. وال15 ألف نسمة انتم؟ ولا معلم. نعم. طيب مركز بوليس، ما كانش عندكم مركز بوليس او مقر شرطة؟ لا. طب لما كان يصير عندكم مشاكل انتوا وين كنتوا تحلوها؟ مشاكل كلها تتبع الناصر. تروح على الناصر؟ كلها تتبع الناصر. تروح على الناصر تحلوا مشاكلكم. طب انت هذا عمرك رحت على هذا المركز انت مركز البوليس؟ عمرك زرتوا هذا مركز البوليس في الناصري؟ بالناصري؟ اه. كان عند العين اسمه مركز القلعة. نعم. هذا عند العين عند القسطل يعني قصدك؟ بالناصري. 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 نعم. طيب ابو محمد، هل قمت بزيارات للمدن الفلسطينيه قبل النكبه انت؟ زرت مدن فلسطينيه؟ مدن؟ بما انك كنت شيخ شباب و... والله يا سيدي عكا رحت لها. زرت عكا؟ حيفا. نعم. رحت لها. حيفا. يافا رحت لها. يافا. تل ابيب بعد زمان، السعاده رحت لها. غزة رحت لها. أنا قبل النكبة بحكي لها. قبل النكبة. وغزة. وغزة رحت لها. جنين رحت لها. وجنين. نابلس رحت لها. نعم. هاي مش يعني مخليك مش مخلي مدن فلسطينية زايرة. طيب هاي المدن اللي أنت زرتها شو سبب زياراتك لها كانت؟ سياحة؟ سياحة. ما كانش في عمل؟ لا لا لا، سياحة. فقط سياحة. شمام هوا. شمام هوا كله. شمام هوا. طيب شو لو ذكرنا مدينة عكا، شو أهم شيء كان يميز عكا لما زرتها؟ شو الشيء المميز فيها عكا؟ عكا مميزة يا سيدي العزيز، أولا البحر محيطة. نعم. وهي داخل البحر. نعم. والسور. سور عكا. سور عكا حيطها من البحر. نعم. للشمال للشرق. نعم. للبحر من الجنوب. نعم. إلها بوابة واحدة كان. نعم. بوابة عكا إلها بوابة واحدة مدخل. بعدين بالمدة الأخيرة نصرت عكا للشمال، بريت الصور نصرت للشمال. وكان جامع الجزار نص البلد، نص عكا. نعم. اي نعم. زرت اسواقها ومتاجرها؟ والله شفناها وشفناها، وكنا ننزل لها الشخاتير بالبحر. نعم. طب حيفا شو كان يميزها لما كنت تزورها؟ والله عكا كويسة مش كويسة، هاي في مثل حيفا قصدي انا. حيفا. في مثل هذا كان يعني عربي. نعم. بنوه على هيك، قال في بلد اسمها اجزم بقضا حيفا. نعم. وبلد اسمها جبع والطيري. نعم. صاروا مثل المثل، قال اشقر الشارب جزباوي. اشقر الشارب جزباوي. جزباوي يعني شوربهم شغر. نعم. كباب العسل جبعاوي، اهل جبع باقي فيها عسل كبير وكثروا كبوه. كبير الشاش طيراوي. شو يعني كبير الشاش يعني؟ يعني شراويل وبيتحزموا بالشملي. ايوه. بيلفوها على وسطهم. نعم. كثير الشاش طراوي. طراوي. بعيد بيسمع. فساي البحر حفاوي. ايوه. فساي البحر حفاوي، لانه دائما بصصي بالبحر. ايوه. سلم وقفي عكاوي. ايوه. هذا كان مثل سلم وقفي عكاوي، لو يكون صاحبك بعكا من الروح للروح بيسلم عليك وبكفي بقولش تفضل.
هاي يعني غريزة بيكون. ايوه هذا مثل موجود. هذا المثل هذا كان. نعم. انت حيفا زرت اسواقها وسينماتها؟ دخلت سينما في حيفا؟ سينمات ما كناش ندور. بقى انا ننزل حيفا لحياة المدينة نروح بنات الناس هناك. اسواق زرت اسواق. بقى ندور المشاكل للهامدي. ايوه 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 يا شباب. ايام الشباب. طيب شواطئ حيفا زرتها وسبحت فيها؟ ايه حيفا عارفها وعارف الجامع هذا اللي صار جديد بشارع الناصري وكي يعني. نعم. طيب شو بتتذكر عن المحطات الباصات والقطارات ومحطات القطارات اللي كنت تزورها في هاي المدن؟ رحت محطات قطارات طبعا. والمحطات ركبت قطارات انت؟ ركبت قطارات؟ ركبتها من حيفا ليافا. من حيفا ليافا بالقطار. نعم. اي نعم. وعكا كيف كنت تروح لها عكا؟ عكا؟ كنا نروح لها ننزل يا سيدي من هون على حيفا. تروح لحيفا؟ بالباص. في الباص؟ من حيفا نطلع على عكا برضه بالسيارات. بالسيارات برضه؟ طيب غزة ليش رحت لها غزة؟ كيف وصلت لها غزة؟ برضه رحت لها بر. بر؟ بر. نعم. لانه الي بنات خالي مجوزات هناك في بلاد غزه. نعم. وكنت اروح زياره عليهم ومن هناك انزل على غزه على مجدل غزه. سياحه. طب جنين كيف وصلت جنين؟ مدينه جنين. جنين تجوزت وحدي اهلها من عرابي. يعني رحت على جنين وتزوجت واحدة من عرابي. ورجعت معك سكنت معك بصفوريا. انت لما طلعت من صفوريا كنت متزوج ابو محمد؟ طبعا كنت متزوج. يوم طلعنا هون كنت متجوز انا ثلاثة. نعم. بال 48. نعم. كنت ماخذ ثلاث نسوان. بال 48؟ كنت صرت متزوج ثلاث نسوان. ما شاء الله. هذا ابو محمد باقي مش مقصر انت في عمرك. وحدي اهلها من صبرين. هاي. نعم. هاي اهلها من صبرين، وابوها ابن خالتي وابن خال ابوي برضو. نعم. وهذا ابوها. هاي من صبارين. هاي الصورة قديمة هاي. نعم. هاي الصورة قديمة. قديمة. وهاي طلع هاي صورة ابوها. نعم. علوية. نعم. هاي صورة عملتها بالكويت. نعم. طيب ابو محمد احنا راح ناخذ استراحة دقيقتين ونتابع فيما بعد. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذا اللقاء مع الحاج راجع محمد حسن الجعفر أبو محمد من قرية صفوريا قضاء الناصرة، وهذا الجزء هو الجزء الثالث من هذه المقابلة. أبو محمد إحنا رح نتكلم الآن عن الموروث الاجتماعي وندخل على شهر رمضان ونتعرف على طقوس شهر رمضان في قرية صفوريا. نعم. أهل صفوريا كانوا بالعادة يعملوا تجهيزات لشهر رمضان ما قبل وصوله؟ والله شوف رمضان هذا أبو الحسنات. نعم. من جميع الإنسان الأشكال الواحد بقدرته يقدمها. نعم. لرمضان وخروج بالفطور بالإفطار. نعم. بنجمعوا بالمضافي هالكبار وبفطوا مع بعضهم البعض، كل واحد بيخرج وبيجي على المضافي بفطوا مع بعضهم. نعم. وبعد فطور بيسحبوا حالهم بروحوا. يعني كانت في هناك عادي موجوده بين الرجال انه يفطروا مع بعض؟ اي نعم يفطروا مع بعض. كل حي يفطر مع بعض؟ اي نعم. يعني. كل يعني قسم. نعم. عائله هذا ينجمعوا مع بعضهم ويفطروا وكل واحد يروح. طيب بالعادي كان في هناك مسحرات عندكم في صفوريا؟ مسحرين كانوا ايش يدق على طبلي. نعم. وايش يدق على سطل. نعم. ودوروا بالحارات. نعم. الشوارع يا نايم واحد الله لا اله الا الله. نعم.
نعم ودوره. طب تتذكرش ولا واحد من هذول الصحراتي ولا اسم ولا واحد؟ بس ما عارف اساميهم بهال يدوروا بهالليل اللي انا اسالهم شو اسمك. طيب المسجد شو دوره في في, في السحور المسجد؟ المسجد دوره بالسحور الخطيب وقت السحور يطلع على المدني بيصير يسحر. نعم. يسبح ويسحر. نعم. هذا للسحور. نعم. اي نعم. اللي بيسمع السحور اللي مسح الخطيب بيقعد، واللي ما بيسمعش هاللي مسحرين بدوروا بالشوارع بالحارات يطبلوا. نعم. بعد السحور بفترة بقوم بأذن أذان الفجر. نعم. اي نعم. طيب بيجوا على اللي على الجامع بيصلوا صلاة الفجر وصلاة الصلاة ظلوا مروحين سلامتك وتعيش. طب في موعد الإفطار أنتم كيف كنتوا تفطروا؟ شو اللي يعني على ايش كنتوا تتدمدوا في الإفطار؟ بقينا إنه ينطروا الخطيب بعد ما يطلع الميدني، الميدني كانت عالية ومبينة على البلد كلها. نعم. شايفة يطلع الخطيب يأذن والأولاد يبقوا ناطرين الأذان. نعم. عندما يطلع يأذن طلت شمعت وطلت يا ريت ما طلت. نعم. طب كان في بالعادي هناك كان في كهرباء في في لا كهرباء ما فيش ما في كهرباء كل بقت اللي عنده لوكس اللي عنده لمضة على كاد على مهلك. نعم. السراجات السراجات عنك خلي خليك حاج. طيب يعني كان في هناك كان في هناك كهرباء في المسجد؟ نعم. كان في كهرباء في المسجد؟ لا ما كان في كهرباء. لا. يعني المؤذن المؤذن ما كان صوته عادي صوته عادي ما كان يستخدم مكبر صوته عادي من دون ميكروفون من دون كهرباء. نعم. سلامات 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 يا سيدي. جزاك عداك طيب اذا انتم كنتوا تعتمدوا على اذان الخطيب الخطيب في 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 الافطار ابو ابو محمد. اي نعم. طب ايضا كان في هناك صلاه تراويح عندكم في صفوريا؟ طبعا كانوا الناس يصلوا تراويح. اي نعم. وكان في عندكم شيء اسمه صدقه الفطر والزكاه طلعوها في شهر صدقات الفطر والزكاه وبيجيبوا. نعم. هل اللي يطلع الفطرة في واحد مستحق؟ نعم. عالي مستحقة يروح يودي إياها على البيت. هاي قولي يا عمي هاي زكاة الصيامي. نعم. تفضل. طيب أيضا في شهر رمضان كان يصير في هناك عزايم وملايم بين الأقارب والأصدقاء؟ نعم. كيف؟ نعم. وقبل نهاية رمضان كان بالعادة النساء بيحضروا حلويات وأشياء للعيد؟ بيحضروا حلويات للعيد. نعم. منه كعك. نعم. زرد هذا اللي بيعجبني. نعم. احنا بنسميه زرد هناك. نعم. بلبنان هو بيسموه كعك. نعم. وقراص. نعم. يعني نعم. نعم. هذا جهيز للعيد. نعم. وطبر وحلويات. نعم. بديش خشيب. طيب ايضا بيبدوا تجهيز مثلا الملابس للاطفال لاطفال لشان العيد. يشتروا ملابس للاطفال والشباب اللي يشتروا يلبس ومراجيح يعملوا على هالبيادر للاطفال يتبرجحوا بايام العيد. طب منين كانوا يشتروا عاده ملابس الاطفال؟ ها؟ الملابس منين كانوا يشتروها؟ من يروحوا للناصري ولا من الناصري؟ من الناصري يشتروها. نعم. الناصري. طب اخر يوم في رمضان على اساس صباحيه العيد كان يصير هناك صلاه عيد في المسجد عندكم في صفوريا؟ صلاة العيد؟ كانوا الناس يصلوا العيد في المسجد؟ اللي كيف لا؟ كانوا يصلوا العيد يصلوا العيد بالمسجد وبعد صلاة العيد يطلعوا يزوروا التربة يزوروا التربة. نعم يزوروا التربة والحليب تبقى طالعة من قبل الشمس على التربة. نعم. اللي بياخذ كعك اللي بياخذ عجوي اللي بياخذ زراد اللي بياخذ كذا وتوزع لها الفقراء اللي بدور على التربة. طيب ايضا بصير في هناك هديات للاطفال من الكبار كانوا يقدموا لهم مثلا فلوس و تحطوهم لك كيف كانوا يعطوهم؟ اه. والاطفال كيف كانوا يبدوا صباح العيد؟ صباح العيد يا سيدي العزيز كل واحد بفوت على عائله عائله حرمه يعني محرمات من اخته من خالته من عمته من كذا يعيدها وعايد اطفالها.
اللي عندها اولادها شايف كيف؟ نعم. وكل واحد عنده ولد ينطي فلوس وروح طش روح على المراجيح روح اللي بدك اياه روح. كانوا يعني يبنوا مراجيح عندكم؟ طيب عيد الاضحى، احنا الان تكلمنا عن عيد الفطر. نعم. عيد الاضحى شو اللي بيميزه عن عيد الفطر؟ بيميزه الضحى، الذبايح يعني. الذبايح نعم يضحوا. نعم. والضحيه بيقسموها عندنا ثلاث اثلاث. نعم. ثلث للعيله وثلث للاقربون للقرايب. نعم. وثلث للاقربون. نعم. يوزعوا. يعني ثلث للعيلة وثلث للأقربون وثلث للغرب. للغرب. يوزعوها. نعم. أي نعم. طيب كانوا يحتفلوا في المولد النبوي عندكم في صفوريا؟ يحتفلوا قراءات قرآنية أو غير هيك ما فيش. نعم. طيب كانوا يدقوا العدة في هذا الاحتفال؟ لا. ما كان يصير دق العدة. طيب خميس البيض مر عليك؟ خميس البيض هذا؟ نعم. بقول لك كيف لعب؟ كيف كان شو الاحتفال بخميس البيض هذا؟ كانوا يسرقوا البيض. نعم. يلونوه. ويلونوه بورق البصل يسرقوه يصير احمر. نعم. البيضه ويودوها الشباب وهالليل هذا يصيروا يطقسوا. يطقسوا فيها. العيز على العيز والراس على الراس. نعم. يعني هي عادي اللي يطب بيضته على الحيتين يكسبها. نعم. يلموا البيض خير الله. نعم. يعني كانت موجوده هي. كانت موجوده عندنا هي. طب كانوا يحتفلوا في النبي موسى عندكم في صفوريا؟ النبي موسى والنبي روبين والنبي صالح. بقوا يروحوا زيارات على النبي روبين. يروحوا تلحيفه. يروحوا زيارات بالسيارات اللي بده يروح بيروح بالسيارات على النبي روبين على اهل صفوريا كانوا يشاركوا؟ كانوا يروحوا ناس كثير اللي تقدر توصف لي الاحتفال في النبي روبين كيف الناس كانت تروح؟ طبعا كيف كان كيف كانوا يحتفلوا؟ كانوا يحتفلوا كانوا يعملوا كل شيء يا زلمه. نعم. ما انسان الا الله من عم فضل عليه يروح على النبي موسى يروح على الخضر على حيفا او نعم. رسول الخاطر يروح على النبي روبين. نعم. اي نعم يزور. نعم. الله ينعم عليك. طيب ابو محمد راح نتكلم الان عن الزواج وطقوس الزواج. بدك توصف لي خاصة انك انت تزوجت بتقول لي ثلاث مرات قبل ما انت تخرج من البلاد، يعني قبل ال 48 كنت متزوج ثلاث زيجات. بتقدر توصف لي شاب اراد ان يتزوج شو الخطوات اللي بيعملها في صفوريا كان؟ كيف كان يعمل اذا بده يتزوج؟ شو العادات والتقاليد اللي كانت موجوده عندكم؟ جداتي انا هاي نعم كانت مفرقه. نعم. لا انا ما بدي احكي عن زواجك انت. اي واحد مثلا زواج عندكم في 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 صفوريا كان في العاده عرس الجواز قبل العرس الان. هلا كان في عندكم عاده انه المراه تذهب لبيت العروس وتنقدها؟ لا ما كانت. ما كان. شو اول خطوه كانوا يعملوها؟ ولا العريس يشوف العروس الا ليله الدخله. طب شو الاجراءات ما قبل الزواج؟ الاجراءات لفي خطبه يعني. كيف يعني كان يروح جاهه مثلا؟ يقدوا جاهه. نعم. شروا من عندي جماعة كبار يخطبوا البنت. نعم. ويقروا الفاتحة. نعم. شايف كيف؟ يتفقوا على السياق على المهر. نعم. على مبلغ اللي بده اياه ابو العروس. نعم. شايف كيف؟ وبعدها بعد ما يتفقوا بجيبوا المأذون وبكتبوا كتابها. نعم. منها ما بشوف العروس ولا بشوفه ولا ممكن ولا طب دي ام العريس اللي ابو محمد ام العريس بالعاده كانت تروح تنقد العروس تشوفها في بيتها؟ يعني النسوان بتروح تنقد يعني كان موجوده عاده الحريم تروح تنقد العروس. نعم. تشوفها كيف وضعها كيف حالها كيف حالتها كيف كذا اذا اعجبتهم. نعم. ايه كدوا الجهه عليهم وراحوا ودوا الجهه. طب انا راح اسالك كم سؤال على موضوع الجهه. بالعاده الجهه بتكون كبيره ولا صغيره كانت في صفوريا؟ لا حسب الوضع يعني حسب الوضع. نعم. كل انسان حسب وضعه. طب المهور قديش كانت تقريبا في صفوريا مهور النساء؟ المهر بالعاده كان كانت ايامها بلاش البلاش
يعني انا بعد حد نفسي انا شايف كيف 90 دينار 90 دينار كان المهر. طب يعني وفي اغلى من هيك كانت؟ في يعني اغلى في اطرى نعم يعني حوالين 90 100 دينار كان مهر العروس. يا ماما كان السياق يعني. طب اذا كان العريس كان الواحد بهذاك الوقت القرش قليل شوي. طب اذا كان العريس من خارج صفور يعني كان نفس السعر نفس المهر؟ هذا بقدرش اقول لك يعني بس السعر اغلى يمكن نفس الشيء يعني. طب ابو محمد كان يصير عندكم اثناء الجاهه انه يطلبوا مثلا هدم العم وهدم الخال؟ في هدم عم وهدم الخال وهدم اللي فيه ثلاث هدوم كان موجود يعني. نعم ولسا عندنا لسه موجوده لغايه الان. طيب و صندوق العروس كان موجود عندكم هذا صندوق العروس؟ الا مين اللي كان يجهزوا صندوق العروس؟ ثبت صندوق فيش غرفة لهم. نعم غرفة لهم ما فيش. ثبت شو ثبت؟ عالي يعني لحد الخطاب. نعم وهيك لهون هذا لأواعي العروس. نعم هذا لأواعي العروس يعني كان يصير هناك صندوق ويتجهز من قبل أم العروس ولا من مين يجهزه؟ لا هو لازم يجهزه العريس. نعم لازم يجهزه كل شيء هذا وفراش عادي. نعم غرفة لهم ما فيش تخته ما فيش سلامتك. طيب بالعادة المأذون كان يكتب الكتاب متى عندكم انتم؟ اثناء الجاهة ولا بعد الجاهة ولا قبل الجاهة؟ بعد ما يخطبوا. نعم شايف كيف؟ نعم جيبوا المأذون وبيكتبوا الكتاب. طيب انت بتتذكر مين المأذون اللي كتب كتابك؟ والله يا اخي المأذون عندنا كان اسمه اللهم صل على محمد صلى على سيدنا محمد والله لا شيء اسمه والله. طيب اذا تذكرت بتحكي اثناء لقائنا. طيب ابو محمد الان راحت الجاهه وتم الاتفاق واجل ماذون وكتب الكتاب واتفقوا على المهر واتفقوا على كل شيء. نعم بالعاده عندكم العريس كم ليله كان يعلم في سفوريا؟ يعلم؟ يعلم يحتفل. يحتفل كم يوم؟ ليلتين ليلتين يعلم. ليلتين يعلم؟ ليلتين. نعم سحجي وحلالي ودبكي و تقدر توصف لي اياها ليله الفرح ليله التعليله كيف شو اللي بصير بيعملوها عاده؟ ايه التعليله كيف كانت؟ يكون فيها دبكه و دبكه يولعوا ما مثل هاي اللي عندنا باب هالدار. نعم تبقى نعم ساحة. اول يرسوا صف سحجي ينزل لحد يصير يحدي وفي السامر عندكم كان؟ شايف كيف؟ نعم. بعد السحجي الدبكه نعم عالجرقول والشبابي. نعم طيب كان يجيبوا فرق عندكم مثلا فرق موسيقيه في من خارج البلد مثلا بس يجيبوا جنكيات راقصات؟ لا 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 لا, 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 لا هاي معدومه كانت مش موجوده في صفوريا. لا 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 هاي معدومه. نعم طيب وعلى ايش كانت يعني كيف كانوا نوروا العروس؟ شو نوع الاضاءه؟ كانوا يزفوا العريس على فرس قبل الزفه. احنا الان بالفرح بعدنا بالتعليل ليله السهره كيف الضوء؟ السهره شو الضوء اللي كنتوا تستخدموه للاناره؟ لوكسات. لوكسات يولعوا نار ايضا غير اللوكسات؟ لوكسات واللي ما فيش لوكسات على احزم حطب. احزم حطب نعم على النار. طيب اخر ليله كان موجود حنا العريس ابو محمد؟ العريس كان يتحنى؟ ولا كيف لا كان؟ كان يحنوه. نعم كان يحنوه. طب العروس كان في لها حنه؟ كانوا حنوها. مين اللي كان يحنيها العروس؟ النسوان بتحليها بيبي. بعرف النسوان بس نسوان يعني اهل العروس ولا اهل العريس اللي راح يحنوها؟ اهل العروس. اهل العروس بيجيبوا اهل العريس الحنه وهم بيحنوها. ايوه يعني بتروح فارده من عند دار العريس لدار العروس وبتتم الحنه. ودوا الحنه وهم بيحنوا العروس. طيب خلصنا اخر ليله الان. احنا بنمشي بتسلسل. ايوه. ثاني يوم اللي هو ليله الدخله نهار الدخله. الاخر يعني. بالعاده اهل العريس بيعملوا غدا؟ كانوا يعملوا عندكم غدا قبل ما تيجي العروس؟ قبل ما تيجي العروس بيعملوا غدا طبعا. بيعملوا غدا؟ كان موجود غدا مناسب. مناسب كانت موجوده. مناسب. نعم. طيب بصير زفه للعريس؟ كان ينزف العريس؟ زفه للعريس بيركبوه على فرس وهالشباب قدامه لحد يتحارب يا مو حلا يا مو حلا. نعم. وهالنسوان وراه. نعم. اتغني
نعم. واللي مخيط بطرف بالابري طرف قنبازه نعم صيروا يقولوا هيك للعريس نعم. طيب شو يعني هاي انه بخيط؟ عادي هيك عادي وماشي يعني. شو بيقصدوا فيها لما بصيروا خيطوا؟ يا شو بيقصدوا فيها؟ بالابري من دون خيط يعني. ايوه يعني خيطنا تمه للعريس خلاص يعني يعني انتهى امرك خيطت وخلصت. نعم. طيب بالعروس الان، هلا العريس زفوه بعد الغداء ولا قبل الغداء بزفوه للعريس؟ لا بعد الغداء. بعد الغداء. نعم. طيب بتروح فارد تجيب العروس؟ بتروح فارد بيجيب العروس. طيب بالعاده كيف كانوا يجيبوها العروس؟ داخل البلد بيجيبوها على فرس. يضربوها. واذا خارج البلد؟ خارج البلد بيجيبوها على جمل هودج. على هودج. طب خلينا اللي بداخل البلد كانوا يزينوا الفرس؟ شو اللي يزينوا الفرس و شو يحطوا له شغلات الفرس؟ والعروس والعروس تبقى لابسي وبتلبسي ومتقبعه بالعباء. نعم. كمان مسطره. طب مين اللي بيجر الفرس تبعها؟ مين اللي بيقوده؟ يا اخوها يا ابن عمها يا خالها يا يعني احدى. نعم. يعني اقربها يعني. طب ابو محمد السيارة. ابو محمد لما بيروحوا فاردي يجيب العروس من بيتها بيروح رجال من اهل العريس على بيت العروس؟ طبعا يقول لي بتروح النسوان بتجيب العروس. طيب زلام وبروح نساء ايضا معهم ولا فقط بس الرجال؟ النسوان معهم كيف لهذا؟ طب كان في عادي هناك يجي مع حي زبتها. كان في شيء اسمه شات الشباب موجود عندكم او شيخ الشباب؟ شات الشباب او ذبيحه الشباب. ذبيحه الشباب موجوده كانت؟ الا يتنطع اهل الحاره انه يطلبوا شباب الحاره بدهم ذبيحه. والله على طول يب. وكانوا يدفعوا اهل العريس. اي نعم. طيب الان جابوا العروس وصلت العروس لبيت العريس. شبيبه الشباب هاي اذا واحد من برا نعم من بلد ثانيه بده يجي ياخذ واحد من عندنا من البلد نعم شايف يطلبوها يوقفوا الشباب شيخ الشباب يوقفوا تطلعش العروس الا ما تحطوا طبخه الشباب. نعم. يدفعوا اهل العريس. نعم. يدفعوا طبخه الشباب ويجوا ينقطوه الا العروس. ينقطوه الا العروس. كانت موجوده. الا العروس. نعم. طيب العاده كانت ماشي. طيب انقوط العريس متى كان يتم تنقيط العريس؟ والله في ناس تودي رز. نعم. تودي ناس سكر، تودي ناس ذبايح. نعم. في ناس تلقت مصاري. بفلوس. بقت ايامها شيء ابو 10 قروش. نعم. ابو 20 قرش، ابو نص دينار. نعم. يرمي على المحرمه. نعم. على هذا الشكل. والله. نعم. طيب ابو محمد كان في هناك صمد لما بتصل العروس لبيت العريس، يصمد العريس والعروس مع بعض في بيت العريس؟ روحت العروس. نعم. على دار العريس خلص. بيجيبوا الشباب العريس بيجيبوه بزفة بمحاربة بيجيبوه على الدار بفوتوه بيدزوه يا بضربوه شايف كيف؟ يا بيدزوه بفوت على العروس وعلى الشباب تسحب حالها وترجع. طيب بعد ساعة أو ساعتين بيطلع العريس يسلم عليهم ولا ما بيطلع من مرة؟ ولا بيطلع بيضل الصبح بيضل نايم هو شافها شوفه بده يضل وبده يطلع. طيب كيف كانوا يشهروا مثلا بالعادة مثلا لما بيدخل العريس على العروس وبيطلع الرجل انه رجل والبنت بنت بالعادة مثلا النسوان بزغرتين وبصير اطلاق نار انه ابنهم اخذها او ما اخذها؟ لا يا سيدي ليت الدخلي نعم اهليته امه واخته وخالاته يبقوا بالدار مثلا. نعم. لما بيدخل شايف كيف؟ نعم. وبيطلع عليهم بتفوت المرأة امه او اخته على البلد بشوفوه صحيح انه شافوه يعني معنا دم نازل. نعم. بيطلع بصير بصير زغرته. نعم. نعم. والعريس شو بيعملوا لما بيطلع؟ بيطلع بقول لابوه فلحت انا و... ولا حاجه ما بطخون ولا بي... ولا بطخ ولا شيء. طيب في صباحيه للعروس كانت موجوده الصباحيه؟ والله هاي مش كل الناس. مش كل الناس. في ناس تودي صباحيه وفي ناس سلامتك. طب شو بالعاده انت العروس الاولى ما جابوا لك صباحيه اهلها؟ جابوا لك صباحيه اهلها للعروس اللي انت تزوجتها؟ عروسك انت؟ انا؟ اول واحده. ولا حاجه. والثانيه؟ والثانيه. والثالثه؟ والثالثه. ما جاك ولا صباحيه؟ والله
الناشفة. ناشفة. طيب انت ما ناشفة. انت ما كنت مجهز امورك للصباحية مثلا، مجهز طعام؟ لا كل شيء يعني الانسان بيبخل عن حاله. لا طبعا. يجهز عن لنفسه يعني. نعم. طيب الان احنا بالعادة مثلا ما كان يمرقوا مثلا مواكب عرايس مثلا عندكم من صفوريا من قرى اخرى، عروس مارقة من عندكم بتروح على مارقة، مارقة مرور. هل جرت انه تمر مثلا عروس من صفوريا بلد لبلد؟ من عندنا من بلد لبلد ما تمر. يعني احكي لك مثال، مثلا انتم مثلا صفوريا فرضنا واحدة مقودة من المشهد او من كفر كنا ورايحة لزرزير ولا الهجاجرة او على خربة الراس، بدها تمر من صفوريا من البلد عندكم، ما عمره مر موكب عروس من البلد؟ لا من برا فارد ومرقت من البلد. لا مش ما بتتذكر يعني؟ ما في. لا طيب احنا راح نتكلم الان عن موضوع اخر، موضوع الوفاة والمقابر في صفوريا. بتتذكر كم مقبرة كان موجود في صفوريا ابو محمد؟ مقبرة هي المقبرة البلد مقبرة واحدة. وين موجودة كانت؟ جنوب البلد كلها بالجنوب. جنوب البلد؟ مقبرة واحدة مقسمة. المقبرة يعني مقسمة مثل ما تقول مقبرة المدينة هاي. هاي للعائلة الفرنجية، هو للعائلة الفرنجية، هو مقبرة السعدية لحال، مقبرة هاي هو لحالها، هو لحال. يعني كانت المقبرة مقسمة كلها لعلى العائلات. مرسمة للعائلات، وكانت اغلب الناس المقابر نعم. يعملوا فستقية هاي. نعم. قبر فستقية مثل نعم. غرفة يعني. نعم. شايف كيف؟ نعم. مثل غرفة. نعم. ومصيبة من غرب ومصيبة على جريب، شايف كيف؟ ولها باب. بيجيبوا الميت مثلا من العيل ويحطوه بهالفستقية وبسكروها، السلام عليكم وعليكم السلام. طب هاي الفستقية بعد شو الفترة الزمنية اللي بردوا بيفتحوها مرة ثانية بيقبروا محله؟ لما بموت واحد غيري نعم برضه بثبتوا عليها نفسها عنده؟ نفسها نفس مع نفس الجثة؟ فوق بعض الجثث يعني يعني الحريم بحال والرجال لحال. طب رجال يعني مثلا هاي فستقية وحطينا فيها متوفى، بعد سنة سنتين بنفتح عليه بنرد بنحط متوفى اخر حد بنحطه واحد ثاني بجنبه. هذاك بكون عظم طبعا. بكون صار عظم تراب. نعم. طيب هاي المقبرة لها اسم؟ كان لها اسم المقبرة؟ والله كلها غير مقبرة وطوبة. هاي مقبرة البلد يعني ما لها اسم معين. طب انتم كيف كانوا يعلن عنكم انه في هناك بصفوريا انه مثلا انسان توفى، كيف كنتوا تعرفوا انه فلان توفى؟ والله كان عندنا بالبلد واحد يعرف عن الثاني، كنت من الحاره الغربيه يطلع العريس من هون ومن الحاره الشرقيه يطلع الجنازه من هون، ما واحد يعرف عن الثاني. كبيره كانت صفوريا. كبير. طيب 16,000 هاي كانت عدود نفوسهم 6 الاحصاء. وبعدين يعني البلد هاي نشرت نشرت لبرا للجنوب. نعم. نشرت لبرا كله صار عمار جديد. طب يعني انتم عندكم حالة الوفاة يعني اهل الحارة اللي كانوا يدروا فيه. اهل الحارة مش كل البلد. لا. شارك. طب هل بدرا اللي يجي يحضر الجنازة واللي ما بدراش اهل الحارة. في العادي وين كانت تصير صلاة الجنازة؟ في وكانت يعني الحربة ما تطلعش ورا الجنازة. نعم. ابدا. طب الصلاة على الميت كانت تتم في يصلوا عليه بالجامع. في الجامع مش في المقبرة. طب بيوت العزاء اللي كانت تفتح ابو محمد، كم يوم كانوا يفتحوا بيوت العزاء عندكم تقريبا؟ والله يا ابن واحد في يومين في ثلاثة في أربعة في أسبوع يقعدوا. يجوا الناس يعزوا ويوفوا خاطر. طب وين كانت تصير المآتم يعملوها؟ كل واحد بدوره. في بيته؟ ببيته. ما كانوا ينصروا بيوت شعار مثلا أو بالمضافات؟ لا مثل هون اليوم. نعم. بيوت العزاء ما فيش بدوره. طب شو كانوا قدموا انتم عندكم في العزاء؟ اهل الميت شو العادي كانوا يقدموه؟ ولا حاجه. ولا حتى القهوه؟ قهوه اللي بيجي. نعم. يقدموا له قهوه بس. قهوه ساده. قهوه ساده، فنجان شاي بس.
أما واحد يجي يجيب معه يعني مثل آخر الغاطر يعدله. ما كانش مثلا يجيبوا ذبايح أو رز أو سكر أو أي شيء. ما كان هذا. طب أهل الحي كانوا يتعاونوا ويساعدوا مع أهل الميت يقدموا لهم طعام وذبايح وشغلات؟ يعني عائلة؟ في ناس نعم لما بيصير عندهم يعني الله يكفر شر موت الجيران اللي حواليهم يودوا له غدا يودوا له عشاء يودوا له يقول قطور مقصور مش فاضيين يسووا اكل بيودوا له كانوا يودوا له يعني هناك كانت العائلات تساعد بعضها في حاله الوحده كانوا يودوا. طب ابو محمد في حاله استشهاد احد الثوار في سفوريا يعني جنازة الشهيد كانت عندكم نفس جنازة الإنسان العادي ولا كان لها طقوس خاصة شان جنازة الشهيد؟ لا جنازة خاصة. كيف كانت جنازة الشهيد؟ كان لها طقوس خاصة مثلا؟ جنازة خاصة هاي جنازة عادية. هل أنت شاهدت مثلا جنازة لأحد الشهداء في فلسطين؟ في صفوريا؟ تتذكر أنك شفت جنازة شهيد؟ ما تمت. طب راح أسألك الآن أيضا ندخل على موضوع الحج أبو محمد. راحوا ناس من اهل صفوريا حجوا وانت موجود في صفوريا قبل انك بيه والله في ناس راحت حجت عجمان عجمان طب بالعاده كل 3 اشهر تيروحوا بالعاده الناس كانوا يروحوا يودعوهم الحجيج كانوا الناس يروحوا يودعوهم في البيوت والله يا سيدي اللي بقى يروح على الحج في بعض الناس يروحوا يودعوه ينقطوه باللي فيه اللي فيه المصير اللي بيقدر عليه ينقطوه والحج عندما بروح بخلوهم مش ببلاش بيجيب لهم معاهم هدايا نعم عندما بروح الحج بروحوا بيسبوا عليه بيقدم لهم اللي الله مقدروا عليه ويعطيهم هاي العادة هيك كانت. طب تتذكر اسماء من الناس اللي حجت في صفوريا؟ انا بدي اسجل عندي ولا تتذكر اي شخص من اللي حجوا؟ في حجو في بقى واحد اسمه الحج مصطفى في واحد اسمه الحج محمد واحد يا هاي الاسماء يعني نعم طب شو الطريق اللي كانوا يسلكوها للحجيج منين كانوا يطلعوا كيف كانوا يتحركوا للحج كانوا يطلعوا بقول لك على الجبال منين كانوا ينطلقوا يعني يطلعوا من صفوريا مباشره على الجمال ولا يروحوا على حيفا مثلا يطلعوا بالقطارات مباشره على الجبال من صفوريا قافله نعم حجاج مش واحد واثنين وعشر وخمسطاش نعم من جميع القرى يعني بتنجع بهال مثل ما بروحوا من هون بهال البصار البحكي نعم على الجمال ماشي. شو الفترة الزمنية اللي كانوا يغيبوها تقريبا؟ ها؟ قديش كانوا يغيبوا الحجاج عن البلد بعد ما يروحوا؟ 3 أشهر يقعدوا 3 أشهر يجوا نعم وبعد ما يجوا كانوا الناس يستقبلوهم ويغنوا لهم مثلا يستقبلوهم ويزينوا باب كل واحد باب داره ويزينوا له اعلام ويحطوا له شجر اخضر كذا نعم طب كانوا يذبحوا لهم ويعملوا لهم ولايم لما يرجعوا والله في ناس تعذب وفي ناس ما تعذب نعم يعني كان يصير هناك ولايم وعزايم للحجاج اللي بيجوا من عند بيت الله في طيب احنا راح ناخذ استراحه دقيقتين ابو محمد ونتابع فيما بعد الله يعطيك العافيه يا الله يعافيك يا سيدي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ما زلنا نجري هذا اللقاء مع الحاج راجح محمد حسن الجعفري ابو محمد من قريه صفوره قضاء الناصره وهذا الجزء هو الجزء الرابع من هذا اللقاء وبه نفتتح اسئله القسم الثاني من هذا اللقاء والتي تهدف لتكوين صورة عن معاناة سكان القرية خلال فترة الانتداب البريطاني والصراع مع العصابات الصهيونية ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين خلال النكبة وفي مناف اللجوء والشتات. أبو محمد احنا وصلنا الآن للقسم الثاني من الأسئلة وراح نتكلم الآن عن ثورة 36 ومشاركة أهل صفوري في ثورة 36 إذا عندك معلومات خاصة أنه أنت مواليد 26 يعني في 36 كان عمرك 10 سنوات يعني عندك ذاكرة يعني مش راح تكون كبيرة لكن ممكن والدك حدثك أو عمك أو هالكبار اللي كانوا عايشين في صفوريا أهل صفوريا وقرية صفوريا هل شاركوا في ثورة 36؟ طبعا أنا بسمع كان على وقتي في 36 نعم كان واحد اسمه أبو إبراهيم الكبير وأبو إبراهيم الصغير نعم أي نعم الثورة 36 طب هذول ابو ابراهيم الكبير وابو ابراهيم الصغير
يعني انا سمعت لقاءات وبعضهم ذكر لي هذول الشخصين، هذول من 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 صفوريا نفسها؟ نعم. من نفس البلد. و طب تتذكر لي يعني مثلا هذول يعني شكلوا فصائل لمقاتلة ومهاجمة قوات الاحتلال البريطاني؟ طبعا كانوا ثوار. نعم. كانوا هاجموا الانجليز وهاجموا اسرائيل وهاجموا كل منطقة يعني. طب تتذكر بعض من هاي المعارك اللي خضوها مثلا هذول الثوار؟ كان بذكر لك في واحد من سيريا اسمه ابو العبد. نعم. شايف؟ من انو سيريا؟ سيرة الحرفية ولا سيرة الظهر؟ سيرة الحرفية. نعم. هاي ابو درة. نعم. شايف كيف؟ وبعرف لعبتك الاصبح من صفد. شو اسمه؟ الاصبح. الاصبح. اه. نعم. واجا يا سيدي العزيز شكر القوات اللي من سوريا كمان بجيش على فلسطين. فوز القاوقجي. اه. وفوز القاوقجي الثاني كان هذول مش بال 36، احنا القاوقجي الان هذول ما قبل ال 48. اه. احنا بنحكي عن ثوار 36. طيب يعني بتتذكر لهم مشاركات مثلا، يعني خاضوا بعض المعارك مع البريطان هذول المجموعات اللي كانت كانوا ينصبوا كمين للقافله الانجليزيه؟ نعم. وهجموها. اه. بتتذكر بعض هاي الهجمات مثلا شو اسفرت عن نتائج مثلا؟ يعني هذا كان الوقت يعني كنت يعني بال 36 يعني مش دارك الامور كثير يعني. نعم. طب يعني لما كبرت صار عمرك 12 13 14 بسمع من هالناس انه يعني عندما تيجي قافله انجليز بدها تهاجم بلد او تطوق بلد. نعم. ينصبوا لها كمين على الجبل ويسكروا الشارع. نعم. ويعملوا استحكامات. نعم. شايف كيف؟ وصيروا يهاجموا الجيش البريطاني. طيب مجموعة الثوار اللي كانت في صفوريا أبو محمد حسب معلوماتك خرجوا مثلا وقاتلوا خارج صفوريا مثلا في بلاد أخرى من فلسطين؟ ما عندي. ما عندك علم؟ لا. طيب ما كنتش تسمع يعني لما وعيت أنه قوات الاحتلال البريطاني كانت تعمل بعض المداهمات على صفوريا نتيجة مساعدة أهل صفوريا للثوار؟ بقى تيجي جيش بريطاني على صفوريا كثير. نعم. بقى يجي جيش، بقى يجي جيش بيقولوا عسكري بطن نورة، هذا نعم. اللي حكته أنا. نعم. شايف كيف؟ بعدين كان كم عملوه شرق جنوب صفوريا وأنت طالع على الناصري. نعم. على الشارع، كم؟ للجيش الانجليزي. نعم. كم وبعد ما طولوش فيه وكانوا فيه عسكر اضافيه حطوا فيه. نعم. قسم اضافي. اه قسم من اهل البلد الصفوري وقسم من عرب الحجرات عسكر اضافيه. نعم. اه طيب نتيجه انه اهل صفوري كانوا يساعدوا مع الثوار، نتيجه انه اهل صفوريا كانوا يساعدوا مع الثوار وكان منهم ثوار من اهل صفوريا، كان منهم ثوار وساعدوا يعني. نعم ماشي. هلا القوات البريطانيه نتيجه تعاون اهل صفوريا مع الثوار ما بتتذكرش انه مثلا عملت عمليات مداهمه، كان هناك قمع جماعي، تهديم بيوت، قتل اشخاص، اعتقال اشخاص، ما صار هذا الحكي؟ لا لا لا, لا 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 ما دمروا بيوت مثلا نتيجة انه هذول الثوار؟ لا تهديم البيوت ما صار ب 36 بصفوري ولا بيت. نعم. نعم. طب إيه انت سمعت في الاضراب اللي صار في 36، الاضراب الشهير اللي عام كل قرى فلسطين، اضراب الست شهور اللي بعده انبثقت ثورة 36، سمعت فيه؟ اضراب الست اشهر هذا سمعت فيه. اه. طب هذا الاضراب كان له تأثير على الناحية الاقتصادية عندكم في صفوريا؟ ولا حاجة. ما تأثرتوا في هذا الإضراب؟ ولا حاجة. كون العمل توقف والإنتاج توقف؟ ولا حاجة، والحمد لله كانت البلد مش بحاجة إلى أي شيء. نعم. لأنه كل شيء موجود عندهم من زراعتهم من فلاحتهم من كذا من زيتهم من زيتونهم كله كل شيء موجود عندهم، مش عايزين يعني شغلة من برا يعني. طب الإنتاج الزراعي أبو محمد، إنتاجكم الزراعي في صفوريا أثناء ثورة 36 ما تأثر من بسبب الثورة؟ يعني صارت مثلا القوات البريطانية تحط عراقيل مثلا وموعقات تعاقب أهل البلد المزارعين؟ لا ما تأثرت الزراعة عنا أبدا من مرة. نعم. طب
أهل صفورة كانوا يساعدوا المجاهدين والثوار في 36. نعم. تتذكر طبيعة المساعدة اللي كانوا يقدموها أهل صفورة للثوار؟ والله بقوا قدموها هذه سراً. سراً؟ شو الأشياء اللي كانوا يقدمونهم إياها مثلاً؟ فلوس. فلوس. فلوس من المواطنين. من بعض المواطنين. نعم. وجمعوهم مع بعضهم. نعم. ويجي قائد الفصيل. إلى كل الشباب. نعم. طب مثلاً. كانوا يقدموا لهم طعام مثلا ومأوى وسكن؟ والله في بعض أمرار يدخلوا البلد يعملوا لهم طعام يتعشوا. نعم. ومدوا يدخلوا والله الكريم. يعني الثوار اللي كانوا يجوا على على صفوري أبو محمد ثوار 36 كلهم من أهل صفوري ولا كانوا يجوا من قرى أخرى؟ كانوا يجوا من قرى أخرى اللي هو الشمالي كله يجوا لصفوريا. آه. واهل صفوريا كانوا قدموا لهم طعام وشراب. قدموا لهم طعام وهم يروحوا على بلد ثاني يروحوا على بلد ثالثي. آه. اي بلد بفوتوا عليها حركين بالليل يقدموا لهم طعام او بالنهار. طيب. بس تكون خارج يعني منطقة الشوارع العامة يعني الجيوش. نعم. آه. طيب ايضا اهل صفوريا غير هاي المساعدة غير انه كانوا قدموا لهم مساعدة الطعام والشراب والمأوى للثوار اللي كانوا يجوا على قرية صفوريا. هل اهل صفوري كانوا يتعاونوا معهم مثلا في انه يقدموا لهم معلومات عن تواجد الجيش البريطاني واماكنهم وطرقهم؟ ما كانش معنا عندنا جيش بريطاني يدخل البلد. لا وبعيد قريبين حوالين صفوري. آه. ما كان في وبعاد عنا. نعم. ما فيش حوالينا. ذكرت لي انه اللي كانوا من صفوري اللي هو ابراهيم الصغير وابراهيم الكبير هذول اخوان يعني كانوا؟ نعم. ابراهيم الصغير وابراهيم الكبير هذول كانوا قادة في ثورة 36 كانوا قواد فصائل. اخوة هذول كانوا اخوة؟ بعرفش اخوة ولاد عم قرايب هذا ما بعرف ما بتعرف ابو ابراهيم الكبير وابو ابراهيم الصغير. طب كان في ايضا اشخاص مشهورين برزوا في ثورة 36 في صفوريا غير هم هذول ابراهيم وابراهيم؟ اسماء من الثوار اللي برزوا في صفوريا؟ ما بتذكر شو ما بتتذكر اسماء اخرى غير ابراهيم الصغير وابراهيم الكبير؟ بتذكر اساميهم يعني. طب من عائلتك مثلا انت ابو محمد والدك مثلا او عمك او كبار السن في عائلتكم هل في بتتذكر منهم شارك في ثوره 36؟ اللي شارك بال 36 هذا ابن الخال ولا ابوي اللي شايفه هون. شو اسمه هذا؟ اسمه أمين. أمين. أمين إيه؟ أمين محمد بن بشير. أمين محمد هذا كان من القادة برضو. هذا بال 36. نعم. طيب تتذكر أشخاص استشهدوا أو جرحوا أو اعتقلوا أو تم نفيهم من صفوريا نتيجة مشاركتهم بثورة 36 من أهل صفوريا من الثوار اللي هذاك ما بتتذكر حدا استشهد مثلا أو قتل تم قتله من قبل القوات البريطانية؟ لا والله ما بتذكر يا. طيب اثناء ثورة 36 ابو محمد ما بتتذكر انه صار هجوم مثلا عليكم على صفوريا من قبل العصابات الصهيونية مثلا؟ صهيونية لا ما جاش الا جيش انجليزي ودخل بعد يعني برهة بسيطة بالبلد بس نعم. بس أما جيش انجليزي العصابات الصهيونية ما كانت تهاجم صهيونية يهود لا ما بتتذكر انهم دخلوا. طب المخطط الصهيوني كان بيهدف الى افراغ فلسطين من سكانها قبل النكبه هذا مخطط للصهاينه انتم علمتوا فيه في صفوريا انه كانوا يخططوا اليهود انه يفرغوا فلسطين من اهلها من سكانها هل علمتوا بهذا المخطط الصهيوني وانتم بالبلاد قبل النكبه؟ لا ما سمعتوا في هذا المخطط. طيب ابو محمد الان احنا قرار تقسيم فلسطين اللي صدر في شهر 11 عام 47 قرار تقسيم فلسطين عام 47 سمعت بقرار التقسيم وانت في صفوريا؟ ايه سمعنا انه تقسيم انه معنى بدون تقسيم ثلاث كراسي يعني كراسي للعرب وكراسي نعم. للمسيحيين وكرسي لليهود هذا هيك التقسيم نعم. بس الحجمين نعم بهذاك الوقت ما رضيش على هذا التقسيم. طيب انتوا كيف سمعتوا هذا الخبر؟ هذا القرار من الكبار يعني من الكبار. اه طيب سؤالي لك الان في موضوع الجيش البريطاني اللي كان موجود ما قبل احتلال القرى العربيه والقرى الفلسطينيه كان في هناك ضوابط شديده مع العرب
من حيث انه اذا الضابط البريطاني او الجندي البريطاني القى القبض على عربي ويمتلك سلاح، كيف كانوا يتعاملوا مع هذا الشخص اللي بيمتلك بيمسكوا معاه سلاح البريطاني؟ اللي كانوا يقبضوا معاه سلاح؟ نعم. يمسكوا ياخذوه يسجنوه يحاكموه شو بدهم يعملوا فيه؟ هذا اللي بكون تذكر الاحكام اللي كانوا يحكموه؟ يعني شخص القي القبض عليه ووجدوا معاه مسدس، شو الحكم اللي كان يصدر بحقه تقريبا؟ سنة سنتين 15 سنة مؤبد إعدام هو يعني ضميرهم هو ضميرهم. طيب الآن إحنا وصلنا لمرحلة ما قبل احتلال القرية والدفاع عنها. أبو محمد إحنا في صفوريا، أهل بلد صفوريا لما صاروا يشعروا إنه البلاد العربية والقرى العربية عم تسقط وإنه الاحتلال الإسرائيلي عم بيحتلها قرية قرية، وصفوريا لم تحتل أول قرية، هل احتلت أول قرية في فلسطين؟ آخر ناس ظلت بقت البيادر عامري. نعم آخر ناس طلعت من صفوريا. طب أنا 48 قبل احتلال صفوريا أهل صفوريا ما فكروا يدافعوا عن صفوريا مثلا؟ يدافعوا بايش بدهم؟ ما فيش سلاح، فيش سلاح عندي. طيب ما فيش سلاح، ما فكروش في شراء سلاح؟ ما فكروا بشراء سلاح أهل صفوريا؟ مش بس صفوريا، كل اللي وجلي ما فيش مكان سلاح الا غير هالثوار اللي شدت بال 36 يعني ابو اللي عنده ورودة داسها. ابو محمد هلا في بعض القرى العربية لما شعرت بالخطر الصهيوني انه راح يقترب منها وياخذ ارضها، في بعض القرى العربية بدأت بالتفكير انها تدافع عن نفسها. يا اخوي صاروا يشتروا، انا هلكت لك كم واحد يعني من هناك من البلد تفوت ثلاث عصافير الله وكيل والله ما بزل يا وريم 120 150 دينار البارودة جبت خرطوش. شو هذا الخرطوش بده يسوي؟ نعم شو بده يعمل؟ يعني الناس فكرت تشتري سلاح حتى تدافع عن نفسها، فكروا يشتروا سلاح بس انه ما فيش سلاح يجي، وهل يجيب بقول يجوا ناس يجوا على الاردن من هون وهذا يجيبوا سلاح تهريب يعني. انا هذا اللي بدي اصل له ابو محمد، يعني الناس فكرت في شراء سلاح يعني يجوا يعني سلاح ويجيبوه على فلسطين يبيعوه. يعني الناس مثلا في بعض القرى العربيه منها راح لمصر منها راح لسوريا منهم راح للاردن لشراء السلاح. اهل صفوريا يعني فكروا في شراء سلاح باخر المده صاروا يشتروا سلاح من هني يجي يجيبوا من هون وودوا مغرب. طيب الان طب كان يجي تجار على صفوريا يبيعوا سلاح مثلا؟ يقرب لي لهون بس شوي ابو محمد، لجاي 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 ايوه. اهل صفوريا كان يجي تجار عليها مثلا يجوا من برا يمحهم سلاح ويبيعوا سلاح لاهل صفوريا؟ محهم سلاح. طب انتوا لما الماني ورود انجليزي ورود اشكال. نعم طيب ايضا بما انكم فكرتوا بالدفاع عن القريه وفكرتوا انكم تشتروا سلاح، هل كيف وفرتوا الاموال لشراء السلاح؟ منين جبتوا الفلوس حتى تشتروا سلاح؟ هل صار جمع تبرعات في القريه مثلا؟ يا زلمه في تبرعات قريه، وفي عندنا في جماعه زناقيب بصفوري. نعم زناقيب. نعم طب كان في هناك اشخاص مهمتهم جمع الاموال مثلا، ولا في صفوريا كان هناك اشخاص مهمتهم جمع الاموال من اجل شراء السلاح للدفاع عن القريه؟ اي طبعا جماعة من هالمبينين الكبار وأمناء. نعم شايف كيف؟ لموا التبرعات شايف ويجوا يشتروا سلاح ويجهزوا لها الشباب. طب تتذكر من الأشخاص هاي اللي كانت مثلا قاعدة موجودين عندكم في البلد هم اللي فكروا في جمع الأموال، مين من أسمائهم هذول الأشخاص؟ هالكبار هذول الكبار، ما في غير المشايخ. نعم مثل سيد بن محمد، مثل احمد عبد القادر العفيفي، مثل صالح السليم، مثل صالح محمد الموعد، هذول المشايخ الكبار كلهم شاركوا في جمع الاموال. هذول الروس. نعم طيب حد تكلف من اهل البلد في الذهاب للدول العربيه لشراء السلاح؟ تتذكر انه حدا كلفوه انه بعد ما جمعوا الاموال قالوا بدنا نروح على مصر او الاردن او سوريا او لبنان لشراء السلاح؟ يعني هل مثلا انه هناك اشخاص تم تكليفهم بالذهاب لشراء السلاح من اهل صفوريا من الكبار اللي كانوا موجودين في صفوريا؟ مش فاكر والله. طيب
السلاح وصل لأهل صفوريا، وصل السلاح لصفوريا قبل النكبة ولا بعد النكبة؟ قبل الزلزال. قبل ما تخرجوا من صفوريا. قبل. طيب تتذكر انه صار في مناوشات قبل خروجكم من صفوريا؟ انه صار بعض الهجمات عليكم من قبل اليهود؟ هجمات ما اشتغلوا على صفوريا. نعم. هجمات ما صار، بس نعم. اسلحة صار فيها، شايف كيف؟ صار فيها اسلحة. نعم. وهجمات ما صار عليها، عندما استحلت اسرائيل هالقرى الغربية. نعم. والقرى الشرقية ومن هون ومن هون الأجوار كلها استحلتها اسرائيل، طلعت صفوريا. طيب احنا دافع صفوريا لحالها. نعم. احنا ابو محمد راح نتسلسل خطوة خطوة في موضوع خروجكم من صفوريا، يعني مش راح نقول والله اجوا اليهود وخرجنا، راح نمشي خطوة خطوة للارشيف وللتاريخ، انه الخطوات اللي خرجت صفوريا من بلادها. يعني اهل صفوريا كان عددهم حوالي 15,000، يعني كان عدد لا بأس فيه، عدد كبير يعني بجوز عدد اهل صفوريا بيوازي عدد سكان مدينة من المدن العربية في ذلك الوقت. نعم. بعد ما وصل السلاح لصفوريا، هل تم التدريب مثلا اهل الشباب صفوريا تموا وعملوا تنظيمات وبدأوا بالتدرب على السلاح؟ كانوا ينصبوا علم هيل. نعم. ويروحوا متريس ويصيروا يضربوا عليه. نعم. يتدربوا يشوف. صار في عمليات تدريب. نعم. مرة مرتين يعني على العلم هذا. نعم. يأخذ نشان على العلم. طيب بتتذكر مين اللي كانوا مدربين موجودين مثلا من أهل صفوريا؟ أسماء من المدربين اللي كانوا مشهورون في تدريب؟ والله كانوا هم لحالهم لبالهم من دون مدرب. كانوا يتدرب؟ يتعلموا الصيف والضرب. نعم. لحالهم لبالهم. طب تتذكر المجموعات اللي الآن اللي التأمت والتمت وشكلوا الفصائل؟ يعني تتذكر الأشخاص اللي كانوا بدهم يدافعوا عن القرية؟ تتذكر كم كان ثائر موجود بده يدافع عن القرية؟ كم شخص كان؟ بدون ذكر أسماء. العدد اللي كان بده يدافع عن صفوريا. عدد كثير يا عمي، شو بدي أعد لك أنا؟ يعني كان في 100 شخص، 200 شخص بده يدافع عن صفوريا؟ في نعم. يعني من 15,000 شخص كانوا 200 شخص فقط اللي يدافعوا. بلد عدود نفوسها 16,000 كان بأيام الإحصاء. نعم. على وعيتي أنا. نعم. شايف كيف؟ يعني إذا طلع منها 100-200 شاب. نعم. مدرب أسلحة مش كثير عليها. طيب هل نضطر ثوار صفوريا أهل صفوريا للدخول في معارك مع اليهود قبل النكبة؟ عملوا معارك مع اليهود قبل احتلال القرية؟ لا ما صارش. لأنه ما فيش حوالينا يهود احنا. طيب أيضا هل هناك كان في تفكير في انه يتم تنظيم عملية الدفاع عن القرية؟ فكروا كيف بده ينظموا عملية الخطة تبعتهم للدفاع عن القرية؟ ينظموا بين بعضهم البعض، ينظموا كيف بدنا نفوت، كيف بدنا نعمل، كيف بدنا ندخل، كيف بدنا نضغط. طبعا ينظموا بعضهم البعض. نعم. تنظيم. أما بتتذكرش من الأشخاص اللي كانوا مسؤولين عن التنظيم؟ لا. لأنه هذا الشيء أبو كان هذاك الوقت. نعم. ما حدا ينطي سره لإنسان. طب أنت أبو من الطابور الخامس. أبو محمد أنت كان عمرك في ذلك الوقت يعني حوالي 22 سنة. تقريبا يعني حوالي 22 سنة. يعني كنت واعي وكنت شاب أنت أيضا. هل كنت أنت أحد الثوار من اللي كانوا يعني بدهم يدافعوا عن القرية؟ ثوار؟ أحد الأشخاص اللي كنت بدك تدافع عن القرية؟ كنت مع الشباب اللي بده يدافع عن القرية ولا ما كنت موجود مع الشباب اللي بده يدافع عن القرية؟ لا والله ما كنت. ما كنت أكذب؟ لا والله ما كنت. طيب كان في هناك ثوار من خارج صفوريا موجودين في صفوريا بده يدافعوا عنها؟ ولا كلهم من أهل صفوريا اللي كانوا موجودين؟ كلهم أهل البلد. نعم. أما يوم بدهم يعملوا بأيام 36 كانت ثورة مشتركة. نعم. من صفوري، من سخنين، من شفا عمر، من طمرة، من عرابي، الشباب هذول اللي تحقوا للثورة ينجمعوا مع بعضهم البعض ويعملوا فصائل. طيب أيضا أبو محمد أهل صفوريا بعد ما الشباب اتجمعت وامتلكت السلاح وبدأت بالتدريب والاستعداد للدفاع عن القرية، أهل صفوريا كانوا يتساعدوا مع الثوار اللي الآن يعني أصبحوا ثوار،
او بدناش نسميهم مطوار، بدنا نسميهم مدافعين عن القريه. اهل البلد كانوا يساعدوا معهم مثلا، يقدموا لهم طعام ويقدموا لهم شراب وكل شيء، يقدموا لهم كل شيء. نعم. طيب ما قبل النكبة، ما قبل خروجكم من صفوريا، بتتذكر انه اجت جيوش عربية مثلا، جيوش نظامية وصلت لصفوريا مثلا؟ ما جاش ولا جيش عربي كان بجانب ابدا. طب هذول المدافعين عن القرية اللي كانوا بيستعدوا للدفاع عن القرية، ما ذهبوش في فزعات او نجدات لقرى عربية مثلا مجاورة لكم سقطت مثلا؟ طبعا اذا صارت موقعة اللي معه سلاح يروح يدافع. طب تتذكر على سبيل المثال لانه قرية مثلا راحوا دافعوا عنها؟ ولا بعرف اي موقع. ما بتتذكر انه دافعوا عن القرية؟ ابدا لا. طب ما اجاكم انتم مثلا فزعات مثلا للقرية مثلا من قرى اخرى اجت تساعدكم انتم مثلا، صار عليكم هجوم معين في قرية ما جناش فيها هجوم؟ ما اجى عليكم هجوم؟ ما جناش علينا هجوم من مرة يعني. نعم. طيب قبل الاحتلال ابو محمد، هلا صفوريا بدأت، قلت لك انه انا بعض القرى العربية بدأت تخرج من قراها وتهرب من قريتها، سواء كانت بدفاع او تحت اطلاق النار او بعدم اطلاق نار. يعني في بعض القرى العربية خرجت بدون اطلاق النار عليها، خرجت خوفا من الحياة وخوفا من الارض واشياء اخرى، يعني ساعدت انه هاي القرى تخرج من بلادها ومن ارضها. هل قرية صفوريا جاءها لاجئين من قرى اخرى هاربين من قراهم وصلوا لصفوريا مثلا؟ لا. مرورا بصفوريا ولا لاجئين؟ ولا واحد. ما في اي شخص اجى لصفوريا من خارجها؟ ابدا. لانه اغلب اللي هو الشمالي عندنا اللي طلع نعم ضل نافذ على لبنان وعلى سوريا. طيب وقسم اجى لهون على الشريعه قطع جل. طب انتوا يعني اهل صفوريا مثل ما انت حكيت لي انه فكروا بالدفاع عن القريه وامتلكوا سلاح وشروا سلاح وتدربوا في داخل البلد. طيب فكروا في بناء استحكامات مثلا حوالي صفوريا الشباب؟ استحكامات كانوا يعملوا حجار. نعم. شايف كيف؟ يفحروا شوي بالبلد. حفروا فنادق. نعم. فنادق. نعم. ويجيبوا حجار من هيك الكبار. متاريس يعني عملوا. متاريس ويحطوا قدام الوجه يعني. يجهزوا. للاستحكام. يعني عملوا الاستحكامات بكل بكل محيط صفوري ولا من جهة معينة كانوا؟ نعم. يعني على الخطوط الإمامية. الخطوط الأمامية. أيضا. من كل الجهات ولا من جهة واحدة كانوا؟ لا، من الجهة الغربية ومن جهة الجنوب. يعني أنتوا كنتوا متخوفين من الجهة الغربية والجهة الجنوبية؟ آه. على اعتقاد أن اليهود راح يجوا من هاي المنطقة. اليهود بالجهة الغربية. نعم. والجنوب. من الجنوب. آه. طيب هاي الاستحكامات كانت بعيدة عن البلد ولا بلصق البلد من الخارج؟ خارج البلد. خارج البلد. نعم. تتذكر كيف تم بناء هاي الاستحكامات؟ يعني اهل البلد استعدوا مع بعض ولا الثوار نفسهم اللي كانوا يحفروا الخنادق؟ الثوار اللي كانوا يعملوها بعضهم البعض. نعم. بعرف لك واحد من بلدي اسمه بحدنا اسمه كفر منده. نعم. اسمه ابراهيم الدياب. كفر منده. اه. هذا كان مع الثوار. نعم. وطلعت جيش بريطاني على ترشيحه. كانوا عملوا سدوا الطريق بالحجار وعملوا متاريس. هذا قبل 48 ولا ب 36؟ ب 36. نعم. عملوا متاريس على جنب الطريق من شمال. نعم. وكانت الارض شحال ملهومه فيها مكشوفه، فيش فيها شجر كثير مكشوفه شوي. اجت القافلة وقف القافلة، الطريق مسكرة. نعم. هذا ابراهيم الدياب صار طخ على الجيش منهم. قريبة على صفوريا هاي هذه الحادثة كانت؟ هاي؟ وين كانت؟ قبل عكا هاي. كانت في ترشيحة يعني؟ ترشيحة قبل عكا هاي. نعم. الطخ صار بينهم بين الجيش، عاد صار هذا ابراهيم الدياب صار يتنقل من استحكام لاستحكام. يتنقل. قالوا له مالك يا ابراهيم؟ جماعته. كأنك خايف؟ قال الباطل انا خايف. قام وقف حيله. وقف حيله وصار يضرب وهو واقف. نعم. واستشهد. هذا من كفر منده. اه. استشهد. يعني انت حادثه تذكرتها في 36 الان. اه.
مش في ال 48 لا بال 36 هاي. طيب بنعود لما قبل قبل خروج اهل صفوريا من صفوريا. ما بتتذكرش اي شخص شارك في بناء الاستحكامات ابو محمد؟ ما بتتذكر اي شخص؟ يا اخي اسماء من اللي كانوا يحفروا وشعرتوا منهم يعني كانوا مسؤولين في عمليه التنظيم وبناء الاستحكامات وحفر القنادق؟ والله يا ابو ما تعرف اسمه ما بذكر اسم واحد منهم. ما بتتذكر؟ طيب هل تم مثلا تنظيم عمليات مناوبه مثلا للحراسات الليليه؟ كانوا ينظموا حالهم مثلا بالليل هذا عليه ساعتين حراسه وهذا؟ دوريات حول البلد. نعم. خارج البلد على الداير. نعم. كل واحد عليه ساعة ساعتين ثلاثة. نعم. نظام حراسة. نعم. هذا كان موجود. طيب الآن يعني من خلال حديثك أبو محمد كان في تفكير للدفاع القرية والآن وضعته مكاريس وحواجز وكان في عمليات تنظيم. طيب سؤالي لك، هل غدر أحد من قرية صفوريا يعني من أهل صفوريا، هل تم مغادرة بعض العائلات قبل احتلالها من قبل العصابات الصهيونية؟ في ناس خرجت قبل الناس؟ آخر ناس خرجت من اللي وشبالي أهل صفوريا. أنا بحكي الآن كقرية صفوريا. أهل صفوريا هل خرجوا مرة واحدة ولا خرجوا على دفعات؟ لا دفعات يعني دفعة أجت من هون على الأردن. لحظة الآن بأخذ فترة زمنية أبو محمد. آه. يعني خلينا أقول لك، خرجت المجموعة الأولى من صفوريا، المجموعة الأولى اللي خرجت من صفوريا وآخر مجموعة خرجت من صفوريا، شو الفترة الزمنية بينهم؟ هل خرجوا خلال أسبوع ولا خلال شهر ولا بيوم واحد ولا بيومين ولا بنهار؟ هم طلعوا من البلد يعني. نعم يا سيدي العزيز الله يرضى عليك، الناس طلعت دفعات اشي قبل 10-15 يوم. طيب قبل 20 يوم. هل هذا اللي انا بدي اصل له؟ في ناس خرجوا قبل الخروج النهائي ب 20 يوم. طب هذول الناس وهم خارجين ليش خرجوا؟ شو الاسباب اللي خلاهم يخرجوا وتركوا باقي اهل صفوريا في صفوريا؟ ليش خرجوا؟ لانه الخوف. من الخوف؟ خوف على ايش؟ بالخوف من دبابات اسرائيل وطيارات اسرائيل. يعني هم خرجوا من الخوف والعرض، مش خوف من يعني انه ما ضلش مواد غذائيه او شح او شيء. لا لا مواد غذائيه والله خير الله في هالبلد. يعني اخر دفعه ظلت بصفوري كانت الكش على البيادر. نعم هاي اخر دفعه طلعت. طب المجموعه الاولى هاي اللي خرجت ابو محمد، خلينا في المجموعه الاولى، هذول اللي خرجوا قبل الخروج النهائي بكم يوم خرجوا تقريبا؟ بشهر؟ يعني تقريبا هيك. تقريبا هيك. طب وين راحوا هذول اول ناس خرجوا؟ لانو جهه اتجهوا؟ اول ما خرجت الناس اجت قطعت من هون قريب على الشريعة على الاردن. يعني اتجهت باتجاه الشرق؟ ووصلت من تلة طبرية؟ على الاردن جهد. وصلت للاردن؟ يعني شيء بسيط لاجل هون. طب هذول الناس اللي 17 عيال. نعم ابو محمد، الناس اللي خرجوا هذول اول ناس. اللي خرجوا خوفا على الحياة وخوفا من مهاجمة العصابات الصهيونية لهم. طيب اهل قرية صفوريا ما حداش حاول يمنحهم او يلومهم ونقول لهم ليش خارجين انتو؟ شو بده يمنح؟ يعني ما في ناس وقفوا لناس لا ما تطلعوش؟ كل واحد يا عباتي سلميني والله صار. نعم. مثل هاي كل يا عباتي سلميني، واحد طالع هو عياله واولاده. نعم. ووعي على ظهره. نعم. شو بده يسوي؟ وين بده يروح؟ طب خلال فترة الشهر هذا اللي بدأت الناس بالخروج من صفوريا ابو محمد، يعني انت قلت لي الدفعه الاولى خرجت قبل شهر من الرحله النهائيه. خلال الفتره هاي صار مناوشات عليكم؟ صار عمليات قصف؟ صار عليكم عمليات ضرب؟ صار عليكم عمليات اطلاق نار مثلا في الفتره هاي؟ والله احنا من احنا يعني من نفسنا احنا طلعنا من اول دفعه. يعني انت وعائلتك؟ مع مين كنت؟ من اول دفعه. انت كان والدك عايش في ذلك الوقت؟ نعم. والدك كان؟ ابوي هون. والدك كان عايش. واخوانك كانوا موجودين ولا انت وحيد؟ انا الوحيد. خوات كم وقت كان لك؟ بس وحدي. وحدي. كنت متزوج انت؟ نعم. كنت عايش في بيتك مع والدك؟ انا وابوي بس. انت وابوك؟ نعم. وزوجتك انو زوجي اللي كانت عندك لحظة الخروج؟ من البنات. الثالثة كانت؟ هاي الثالثة. طب الأولى والثانية كانوا متوفيات؟
كانوا رايحات مطلقات يعني. الله يسهل عليهم. الله يسهل عليك. طيب انت الان بتقول انتوا خرجتوا من الدفعه الاولى عائلتكم، طب مين كان صاحب القرار في خروجكم انت في اللحظه هاي؟ انت اللي كنت صاحب القرار ولا ابوك؟ لا ابوي. ابوك كان صاحب القرار. طلعتوا قراركم انكم تطلعوا للبيت من البيت قبل ما يصير عليكم هجوم. نعم. لحظة القرار وين كنت انت موجود؟ طلعنا يا سيدي العزيز. بديش طلعنا هسه، انا هسه بعدني في صفوريا. لحظة قرار ابوك قرر خروج من البلد، قال لكم بدنا نطلع اليوم ولا بكره الصبح، وين كنت موجود لما ابوك بلغك في الخبر؟ بالبيت. كنت في البيت؟ بالبيت. شو كان الوقت؟ يعني كان الوقت المغرب بالليل. المغرب. شو قرار ابوك كان؟ يابا بدنا نخرج من البلد خلص، الحالة صاحبي صغرت. نعم. والهود هاي كلها دبابات وطيارات، بدنا نخرج ومالوش غيري انا، وخايف علي انا. نعم. خايف علي. هذا متى بده قرر يخرج؟ الصبح ولا بنفس الوقت؟ بالليل حكى، الصبحيات سحبنا. طيب قبل ما تسحبوا. الليلة قرر ابوك انكم تخرجوا كلياتكم. طيب الصبح الان شق النهار وقررتوا تطلعوا. شو فكرتوا تاخذوا معكم من البيت؟ والله كل واحد شو اسمه بطانيته على ظهره، والله ما انسان اخذ شيء. كل واحد ظلت امتعته ودنياته بدارته. مسكر عليها وظلت. طيب والدك سكر الباب؟ سكر الباب طبعا. واخذ المفتاح معاه؟ واخذ المفتاح معاه. وما اخذتوش اي شيء من البيت؟ ابدا ابدا. علاش بدنا نحمله؟ طب كيف طلعتوا؟ مشى على الاقدام؟ مشي مشي. ولا على الجمال ولا على دواب ولا ولا دواب ولا شيء، مشي. طب انتوا كنتوا في انو حارة ساكنين؟ كنا بالحارة الشرقية. بالحارة الشرقية. يعني قريبين انكم تخرجوا. طب وانتوا خارجين كم شخص كنتوا اللي خرجتوا من البيت تقريبا كنتوا؟ والله انا فرش يعني حصير لك يعني انت ووالدك. انا ووالدي وجوزتي واختي. واختك وامك كانت موجودين؟ لا كانت متوفيه، وجوز اختي. وجوز اختك؟ يعني كنت حوالي ست اشخاص. نعم. كل واحد اخذ حرامه على ظهره. على ظهره. وما اخذش اي شيء ولا ادوات ولا حاجه ولا ادوات طبيخ ولا طعام ولا شراب ولا حتى قرشين حط جيبته الواحد ومشي. ومشي. على طول. طب باللحظه هاي كان لما خرجتوا ابو محمد من القريه وقرر والدك الخروج، كان في عندكم شح في المواد التموينيه؟ يعني صرتوا تشعروا انه يعني ما عاد تلقوا انه رز او سكر او اي بعض المواد؟ شعرتوا في نقص في المواد الغذائيه انتوا؟ لما خرجتوا. لما خرجتوا؟ واحنا ما طالعين؟ لا في البلد قبل ما تخرجوا. كل شيء موجود بالبلد. كل شيء موجود كان؟ كل شيء موجود والله. طيب شو الحارات اللي مريتوا عنها لما خرجتوا من البيت؟ شو كان الوقت؟ صباحا يعني الساعه 7 8 الصبح 9 الصبح؟ يعني هيك يعني. نعم. الساعة 8 9 الصبحيات. نعم. مدينا ظلينا مشملين شمال. طيب انت كنتوا في الحارة الشرقية واتجهتوا باتجاه الشمال. شو القرى، شو الحارة اللي مريتوا عنها وانتم ماشيين؟ قرى. لا لا لسه انتم داخل صفوريا. أهل صفوريا ما شافوكم وانتم خارجين؟ طبعا شو الناس من عميين؟ شافونا الناس طالعة وطاشة، كل واحد بده يسأل وين رايح؟ ما حدا سأل عن الثاني يا عمي. ما حدا سألكم ليش انتم طالعين؟ ولا واحد سأل عن الثاني. اللي بيطلب الله يسهل عليك. الله يسهل عليك. سلم على اللي قدامك ودش اللي وراك. طيب كيف كان شعورك وانت خارج من صفوري اخر لحظة فيها؟ يا سيدي غادرت من المنطقة الشمالية انت. كل الانسان شعوره الوطن غالي. نعم. يعني طلعنا من صفوري. نعم. الانسان دموعه على وجهه. نعم. الوطن غالي. نعم. والمربى غالي. طب ما حدا صادفكم من اهل صفوري حاول يمنعكم؟ لا يا ابو محمد يا ابو ابو ابوك شو ابو ايش كان اسمه؟ اسمه ابو الراجح. ابو الراجح، ما قال له يا ابو الراجح لا ما تطلعش وخليك مع الجماعه؟ ما حدا تعرض له بالشارع؟ في ناس قدامك وفي ناس وراك وراك، صارت الناس تتسحب واحد ورا الثاني، واحد ورا الثاني. طب انتوا لما خرجتوا ابو محمد وابوك كان موجود، في جيرانكم خرجوا معكم او عائلات قريبه منكم خرجوا معكم هذا الخروج؟ لا معنا ما حدا خرج. طيب احنا لحالنا طلعنا وضلينا ماشيين. طيب طلعتوا من الجهه الشماليه لصفوريا، وين كان اتجاهكم للشمال؟ ما
ما تعرضتوش اثناء المسير وانتم ماشيين الان، شو كان الطقس؟ كان حار ولا بارد ولا شو كان الوقت؟ شو كان فصل ايش في اللحظه اللي خرجتوا منها؟ ايام ربيع. ربيع يعني كان شهر ربيع. ثلاث شهر اربعة هيك ايام ربيع اللي خرجتوا. ايام ربيع. طيب شو اول قريه مريتوا عليها بعد صفوريا؟ على عرابي. اتجهتوا باتجاه نعم عرابي وعلى المغار. عرابي وين موجودة هي؟ قضاء ايش عرابي؟ هاي قضاء الناصري الثاني. قضاء الناصري. ما مركتوا على المغار على رمات الهيب او طرعان او البعيني؟ البعيني هاي بالمرج دشرناها ورانا. طب المغار طلعنا. طيب الشجرة مريتوا عليها؟ والشجرة معناته انتوا اتجهتوا باتجاه الشرق مش باتجاه الشمال. احنا شمال شملنا جيت طلعنا على لبنان يا زلمه. طلعتوا باتجاه الشمال؟ نعم على لبنان. نعم يعني على لبنان وصلتوا عرابه عرابه البطوف يعني قصدك. عرابه البطوف. عرابه البطوف هاي قضاء عكا مش قضاء الناصري. انه هاي. طيب هاي انتوا الان مشيتوا من صفوريا وصلتوا اول قريه العرابي. عرابي من عرابي طلعنا منها وشمال. لسه انتم بتمشوا مشيا على اقدام؟ مشي. ما تعرضتوا لاي عصابه صهيونيه على الطريق؟ لا لا لا. وين امسيله ارسيله. وصلتوا العرابي. نمتوا في عرابي ولا كملتوا المسير؟ نمنا ليلي في عرابي. وين نمتوا في عرابي؟ وين نمتوا في عرابي؟ والله عندنا الاخوان اللي هناك يعني الفلاحين. يعني استضافوكم في بيت؟ وقدموا لكم طعام وشراب؟ قدموا طعام وعشاء وبتري. هذيك ليلة ثاني يوم مشينا على المغار. هاي المغار دروز. المغار هاي وين جاي تقريبا؟ قضاء عكا الثاني. نعم. من عرابي وشمال. من عرابي وشمال. اي نعم. في عرابي النعيم وسخنين والحسينية. سخنين هاي من عرابي ومغرب. نعم. نعم. وصلتوا المغار. وصلنا المغار، من المغار طلعنا على الصفصاف. طب هاي قصص قضاء صفا ثانية. بعراب بالمغار نمتوا ولا لا مشينا مرور؟ نعم. جينا على بلد اسمه فرادي. فرادي؟ فرادي. ومن فرادي على الصفصاف. نعم. هاي قضاء صفا ثانية. من الصفصاف على كفر بنعم وعلى بنت ام جبيل وظلينا نابدين هاي طرافش لبنان. وعلى قنيطري وعلى سوريا. ومن سوريا جاي. طيب خلينا واحدة واحدة. الآن الفترة الزمنية اللي مكتوها بالمسير أبو محمد من صفوريا حتى وصلتوا آخر حدود فلسطينية، قديش الفترة الزمنية اللي استغرقت معكم هاي؟ كم يوم قعدتوا على الطريق؟ نمنا ليلة مع الرابي. نعم. ونمنا ليلة بالصفصاف. في الصفصاف. هاي الصفصاف قضاء صفد؟ أي نعم. نعم. ونمنا ليلة كفر برعب، هاي على حدود فلسطين لبنان. كفر برعب. برعب. حدود فلسطين لبنان. نعم. ومن هناك على بنت ام جبيل. دخلتوا على لبنان. دخلنا لبنان. كفر برعب هاي اللي عند الراس الاحمر. ايوه. ومرقتوا على سعسع. وسعسع. سعسع بقت من كفر برعب ومغرب. ومغرب من غرب الجنوب. وترشيحة هون مغرب. طيب وصلتوا كفر برعين. نمتوا فيها ليلة أخرى هاي؟ ليلة. بعديها دخلتوا الحدود اللبنانية. دخلنا حدود لبنان. طيب في لبنان حدا استقبلكم في لبنان؟ الجيش اللي يبقى على الطرق. نعم. وين رايحين؟ هذا أنو جيش؟ جيش لبناني. لبناني. نعم. احنا ولا يا عمي لاجئين من فلسطين. وكنتوا ما زلتوا ماشيين على الأقدام؟ لاجئين احنا طالعين من فلسطين. ما يصير لانه مع السلامي. تفضلوا. طيب ما شعرتوش ببرد وبعطش بجوع على الطريق هذا؟ كيف كانت من لبنان؟ نعم. صار في سير سيارات. سيارات. نركب بالسيارات ومدينا. طيب بنت جبيل دخلتوها؟ لا بس على حدودها هاي. نعم. في بلد اسمها الله وصله تبنين. تبنين. هاي بيتنا فيها ليلي. من هناك ركبنا بسيارة. لوين وصلتوا السيارة؟ ركبنا بسيارة وعلى حدود سوريا على القنيطري. على القنيطرة. هاي في الجولان. هاي في الجولان. على نعم. القنيطري. ومن هناك طلعنا فيتينا على حران جاي.
قديش الفترة الزمنية اللي ما قضيتوها في القنيطرة؟ والله أخذت مثل 10 15 يوم. نمتوا في القنيطرة 15 يوم؟ اه. عند مين كنت تناموا؟ والله دفت الدنيا، يشيل ينام عند الناس ويشيل ينام برا. بالعراء؟ اه. طيب بعد القنيطرة ذهبتوا إلى منطقة حوران؟ اه. حوران في سوريا هاي؟ اه سوري. طيب قديش الفترة يعني وين رحتوا سكنتوا في حوران؟ في أنو قرية؟ في أنو مدينة؟ والله يا سيدي جينا على من الكنيطري على نوى. نعم. قعدنا بنوى بيطلع كمين من يوم، ومن نوى جينا على تل شهاب. نعم. هاي تل شهاب حدود الأردن سوريا. نعم. نزلتوا في تل شهاب؟ اه نزلنا بتل شهاب بعد أسبوع، ومن هناك قطعنا على الطرة. الطرة الأردنية؟ لا. طيب وصلت الطرة؟ ها. بعد الطرة مكثت في الطرة؟ ايه لا، من قعدنا يوم وجينا على إربد وظلينا بإربد. وين أول مكان جيتوا لإربد أبو محمد؟ كنا بجنوب البلد. وين الجنوب؟ وين عشرة الحصن. نعم. عرفتها؟ نعم. هاي بكرش في أغمار، ما كان عمار، كانت كلها أراضي مفتلحة. طيب راح نشيل الكريسي كانت للمسيحيين. ابو محمد آه. راح ناخذ استراحه دقيقتين ونتابع فيما بعد. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما زلنا نجري هذا اللقاء مع الحاج راجح محمد حسن الجعفري ابو محمد من قريه صفوريا قضاء النصره، وهذا الجزء هو الجزء الخامس والاخير من هذه المقابله. ووصلنا أبو محمد إلى مدينة إربد بعد رحلة العذاب اللي أنت انطلقتوها من صفوريا مرورا في لبنان وسوريا حتى وصلت الأراضي الأردنية ودخلت أول مدينة اللي هي مدينة إربد وسكنت في جنوب إربد. لكن قبل الحديث في مدينة إربد راح نرجع لصفوريا، وأنت تعطيني شو اللي سمعته عن الهجوم الأخير على صفوريا، شو اللي صار مع أهل صفوريا في آخر لحظاتها. اللي صار مع اللي راحوا واجوا. نعم. قال هجمت اسرائيل بالدبابات والطيارات. نعم. وصاروا يضربوا بالبلد. نعم. القسم اخر اشي طلعوا هربوا على الرير بحدها. نعم. الرير بحدها. نعم. شايفين؟ والبلد صارت تراب رواد، يعني ما ضلش ولا دار واقفه. ولا دار؟ ولا دار. نعم. كلها هدموها تهديم وحري، صارت رماد. نعم. يعني ما تبقى بسمعوا من هاللي راحوا شافوا البلد. طب ما حدا ذكر لك من اصدقائي لك او اصحابي لك قتل او استشهد في الـ في الـ في اخر هجوم؟ المعارك الاخيره هاي لما لازم انه صار في قتلة، بس ما ما تجيش اسمائهم يعني. ما بتتذكر منهم؟ ما نطلش اسمائهم. نعم. هل يا راحوا؟ نعم. واخر المجموعات هربت باتجاه الريني. اي نعم. اللي هي قريبه شمال الناصر موجوده. شرق الناصر. طيب ابو محمد انتم لما خرجتوا في الدفعه الاولى من صفوريا الناصر كانت ساقطه ولا لسه ما زالت بايدي العرب؟ لا بعدها. ما كانت ساقطه الناصري. اه بعدها. طيب الان نعود الى منطقه اربد ومدينه اربد، وانتم سكنتوا في الجهه الجنوبيه لاربد. نعم. لغايه الان ما قدمت لكوش اي جهه اي مساعده، مثلا وكاله الغوث او الصليب الاحمر، هل قدم لكم اي شيء؟ والله يا سيدي يوم ما خرجنا بال 48 نعم والناس كانت تنصوي خيام قبل ما يصير مخيم ولا يصير غيره ولا غيره، خيام الناس تاني. نعم. كان الصليب الاحمر يقدم مساعده. انتم رصدتوا خيام؟ نعم. بنو منطقه في اربد بالضبط؟ جنوب البلد. جنوب اربد؟ اه. نعم. وين ما اشاره الحصن؟ نعم. من اشاره الحصن هاي وجنوب وجنوب. نعم. ما كانش ولا دار، كانت كلها اراضي مفتلحه. نعم. شايف؟ كنا نصبين خيام في هذيك الجهه. شايف كيف؟ نعم. كان الصليب الاحمر ينطونا مساعده. مثل ايش كانوا يقدموا لكم؟ نعم. رز، سكر، بطانيات. نعم. كذا. وكانت لجان. نعم. ما كان يعني مثل ما كان فوضى. لجان. لجان. اه كل بلد. نعم. رأس واحد منها ويستلمها للغابة ويروحوا يستلموا التموين. يعني انتم اهل صفوريا كنتم موجودين اكثر من شخص، اكثر من عائلة؟ اي نعم. تتذكر العائلات اللي كانت موجودة معكم؟ من اسماء
يعني رب الاسره اللي كان موجود عندكم اسماء جيران لكم من صفوري خرجوا معكم لهي المنطقه؟ من صفوري هون؟ في كان من دار العفيفي هون. نعم. في من دار علوش. نعم. في محمد سعيد النصر. نعم. في محمد الدكاكلي. نعم. اي نعم. في حسن بدبوس. نعم. اسمعهم يعني هذول كانوا معكم في هذا المعسكر اللي انتم عملتوا فيه قيام؟ اه كل محيط واحد. طب مين اللي استلم مسؤوليه مطالبه حقوق اهل صفوريا فيكو؟ كان الشخص الكبير صالح صالح الله صلى على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. من انو عائله؟ من العفيفي ولا من دار نجم ولا من عائلتكم ولا هذا صالح؟ الحارة الشرقية من طرف الموادي. نعم. نعم. طيب ماشي، هذا الشاب صالح هو اللي كان يعني هو اللي كان يطلب لكم الأشياء. كان سجل الأسماء. نعم. نعم. العائلات. نعم. شايف كيف؟ نعم. وقدمها لجماعة الصليب الأحمر وهم اللي عادي يمطوا بمحل كان مخزن شارع. نعم. فلسطين. نعم. ربوا عليه هناك يسمونه التموين. نعم. طيب. بطنيات، السكر، الرز. هذا في انو سنه كان تقريبا؟ نعم في 49 هذا الحكي ولا في 48؟ ب 48 و 49، بعدين خلص الصليب الاحمر استلمت الوكاله. طيب شو الفتره الزمنيه اللي مكثتوها في هذا المكان؟ كم سنه؟ بالخيمه يعني. نعم. هاي اللي جنوب اربد. طولنا فيها. قعدتوا تقريبا سنه يعني؟ اكثر من سنه والله. سنتين؟ لانه صار المخيم هذا. يعني انت من الناس الاوائل اللي وصلوا هذا المكان. اي نعم. بدايه الصليب الاحمر هو اللي قدم لكم المساعده. اي نعم. وبعد ذلك جاءت وكاله الغوث. وكاله الغوث وعملت لكم احصاء. وعملت احصاء وعملت كروت الموت. نعم. وبعديها تم نقلكم من هذا المكان الى مخيم اربد. اي نعم. الى مخيم اربد. نعم. وصلتوا هذا المكان، شو كان في موجود في مخيم، في مكان مخيم اربد؟ شو كان قبل ما يكون في خيام؟ كان زراعية، أرض زراعية. أرض زراعية. هاي كانت كلها من تحت التلج وشمل. نعم. كل هاي الأراضي هاي كلها أرض زراعية، هاي اللي شايفها كلها. لمين كانت هاي الأراضي؟ لا حي المطارق. لمين هاي الأراضي كانت؟ كانت للتلول ورشيدات. للتلول ورشيدات. ولولا وبرهان بن البارحة. نعم. طيب في هاي اللحظات لما أنتم انتقلتوا لهذا المكان، شو قدمت لكم الوكالة؟ اخذت غير الرز والطحين. اعطتكم خيام ولا نفس الخيام انتم اخذتوها وبنيتوها؟ لا الوكاله، الخيام الوكاله. نعم. نصبت خيام وكل عيل بنيتها على الاسم. على الاسم؟ على الاسم. نمر نمر. قسموكم حارات؟ قسموها نمر نمر. نمر نمر يعني مثلا اهل صفوره في هذا المكان. اهل القريه الفلانيه. نعم. ونصبت الناس خيام. بعد طالت المده صاروا. نعم. يعملوا بلوك. نعم. طيب. نعم. وعمروا غرف. لا قبل الان خلينا في الخيام ابو محمد. في الخيام الان. انتم الوكاله اعطتك انت خيمه وزوجتك ولا انت مع والدك وامك واختك لا كان والدي لحاله. انا جوزته بال 48 هون. والدك؟ رد يتزوج مره ثانيه؟ وزوجته في خيمه؟ لحاله. لحاله سكن في خيمه. وانت وزوجتك سكنت في خيمه. واختك وزوجها سكنوا في خيمه. واختي وجوزها رجعوا على الشام سكنوا عند ابوه طلع على الشام وسكنوا عند ابوهم بالشام وظل بالشام. ما سكن في الخيمه هو. لا. يعني الخيام اللي في جنوب اربد سكن فيها جوز اختك؟ نعم. سكن فيها واتجه الى سوريا في مكان. طب انتم هون كان في هناك بتصدف انه اكثر من عائله بيسكنوا بخيمه واحده داخل المخيم؟ لا بس. كل عائله في خيمه؟ نعم. الان راح نتكلم عن حياه المخيم، حياه المخيم في الخيم ابو محمد. انت سكنت انت وزوجتك في هاي الخيمه. كان عندك اولاد في ذلك الوقت؟ كنت بتمتلك اولاد او اطفال؟ كان عندي ولد. طفل. شو اسمه هذا الطفل؟ اسمه مازن. مازن. هل مازن هذا البكر الاولاني. ما زال على قيد الحياه مازن؟ لا انطاق عمره. واجاني اخرى ولد سميته محمد، انطاق عمره ورمت ولد وسبع بنات على راس. طب هذا مازن مات كم عمره كان لما مات؟ سنة ونص. يعني مات داخل الخيمة؟ طيب تقدر توصف لي حياتكم في الخيمة كيف كانت حياتكم؟ حياة تعيسة. شو حياة الخيمة؟
خيمه واحده. خيمه واحده. كيف كنتوا تشعروا بالبرد اثناء بفصل الشتاء؟ على الحطب. نعم. على الحطب، يجيب الواحد صليح يشتري قرامي حطب وحطه بهالتلكي سطل وولعوه ويدفع عليه. نعم. طيب وحياة الحر وحياة الصيف؟ ايه الصيف الجو بارد. الصيف ولا شيء. الصيف ما في مشكلة. ولا شيء الصيف. طيب داخل بين هاي الخيام انت قلت انه عملوا لكم نمر وبلوكات وحارات وقصص من هذا من هاي الاشياء. طب المياه كيف وفرت لكم اياها وكاله الغوث؟ المياه؟ نعم. المياه سحبوا حنفيات. نعم. بكل قسم. نعم. حطوا حنفيات، بالقسم الثاني حطوا حنفيات والناس تروح المرات تعبي من الحنفيه وتروح. نعم. طب مراكز صحيه عملوا لكم مراكز صحيه؟ عيادات. لا. عيادات؟ لا ما كانش في عيادات. بعدين صار مراكز صحيه. بعدين؟ طب بدايه كيف كنتوا تتعالجوا انتم في المخيم؟ وين كنتوا تتعالجوا؟ والله يروح الواحد يتعالج عند الدكاتره. برا. برا برا المخيم. يعني الدكاتره الاخصائيين. نعم. صار طيب. في عيادات للمكاني وصار عيادات كذا، صارت الناس تروح تتعالج عيادة الوكالة. طب تتذكر متى انبنى هذا المخيم؟ أول خيمة انبنت فيه مخيم ربيت بانوشني تقريبا. في الخمسين، في الواحد وخمسين؟ بالخمسينات. بالخمسينات، يعني بداية الخمسينات. بالخمسينات. طبعا الدراسة يا أبو محمد، كان في هناك مدارس بداية؟ كيف وين كان الأولاد يدرسوا أول ما سكنتوا في الخيام؟ يعني أطفالك أنت وين كانوا يدرسوا؟ يدرسوا كانوا بمدارس خاصة، بمدارس الحكومة. ما كانش في مدارس وكالة؟ مدارس الوكالة. ما كانوا عاملين مدارس. في مدارس الوكالة الحكومي. ما كانش اول بهذاك الوقت. نعم. مدارس الوكالة. طب مستشفيات وين كنتوا تتعالجوا؟ كان في مستشفيات في اربد؟ منو مستشفى كنتوا تتعالجوا؟ بسمة. يعني مستشفى الاميرة بسمة متى تم بناها؟ تتذكر كانت موجودة من لحظة بناء المخيم؟ كان موجود. كان موجود هذا المستشفى. طيب تقدر توصف لي حالة الطرق أثناء فصل الشتاء داخل المخيم أثناء بين الخيم؟ كيف كانت الطرق فصل الشتاء؟ شوارع. شوارع يعني؟ شوارع مثلها كيف الدخلي هاي اللي بحد الدكاني؟ نعم. مثل الدخلي هاي اللي بحد الدكاني؟ ترابية ما بنزل. هيك. ما الخيم والثاني. طيب كيف كانت الطرق يعني بحالة فصل الشتاء؟ كيف وضعها؟ كيف شكلها؟ كيف كنتوا تقدروا تمشوا؟ طيب ومي. بجو الشتاء. نعم. طين ومي وتقلي هالمي وحاله تعسي كانت بجو الشتاء بالمخيم. نعم. مش مثل اليوم كلها شوارع مزفته. طب كان في صرف صحي عندكم ابو محمد في كان في صرف صحي في المخيم؟ في الخيام؟ وحدات صحيه يعني حمامات. حمامات كان في موجود عندكم؟ كل واحد عمل حمام لحاله بداره. في داره؟ ما بنوش الوكاله حمامات؟ لا. بعد ذلك ما تم بناء حمامات؟ لا سوكر كل واحد يعمل قاعد حمام بيداره. نعم. الوكالة ما بتعمل له حمامات. نعم. طيب ابو محمد انت ما زرتش بلدك بعد النكبة؟ ما زرت صفوريا؟ لا والله ما زرت. طب ما حدا حدثك مثلا عن بعد هاي السنين عن زيارة لصفوريا مثلا؟ والله يا اخوي شو حدثوك عنها صفوريا الان بعد النكبه؟ هل بقى يروح من هون بتسريح؟ نعم. اساله كيف الوضع هناك البلد؟ نعم. يقولوا لي والله يا محمد الوضع تعيس، البلد رمات فيش فيها ولا دار واقفه. نعم. فيش فيها ولا دار واقفه. كلها مردمه. لما روحت تدمير؟ كلها مردمه. نعم. كيف الوضع اللي كم عيري ضل بالريني وهالبساتين اللي ظلت هناك ياشي؟ نعم. قال والله اللي بالبساتين ظل عايش تحت حكم اسرائيل، واللي بالريني كذلك تحت حكم اسرائيل. نعم. طيب ابو محمد في لكم ديوان انتم في, 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 في الاردن؟ في لكم مضافي وديوان لعشيرتكم الجعفري؟ في لكم ديوان انتم او مضافي؟ لا كل واحد عامل ديوان ببيته. انت شايف. اما ما في لكم اضافه انتم. طيب ابو محمد قرار الجمعيه العامه للامم المتحده رقم 194 الذي اقر حقك بالعوده الى ديارك واسترداد ممتلكاتك والتعويض عن المعاناه التي لحقت بك نتيجه النكبه وفي الشتات
سؤالي لك أبو محمد. نعم. ما هو موقفك إذا ما توفرت لك فرصة العودة إلى ديارك واسترداد ممتلكاتك مع الحفاظ على حقوقك الأساسية وحقك في تحرير المصير؟ هل تقبل العودة إلى ديارك؟ أنا بقبل العودة. تقبل العودة؟ نعم. إلى بلادك؟ نعم. وطيب إذا ما توفرت لك فرصة العودة واسترداد ممتلكاتك وضمان حقك كمواطن وأن تعيش بحياة كريمة دون اضطهاد حتى في تحت حكم الإسرائيليين تحت حكم اليهود، هل تعود إلى بلدك؟ بعود إلى بلدي مهما كان الحاكم، مهما كان يكون. نعم. لا وطني وبلدي. طب أنت يا أبو محمد بتشعر أنه في شيء بالدرق يعني ممكن أنه عوضك عن بلدك أو وطنك؟ في شيء في الدنيا بعوضك عن بلدك وأرضك؟ والله ما بعوضني إلا ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فيش بديل يعني؟ طيب ما فيش بديل. ما في بديل لوطنك أبدا. طيب. إلا الوطن الغالي. طيب بعد هذا التشرد والمعاناة اللي أنت عشتها أبو محمد وهذا الزمن الطويل اللي أنت تركت فيه بلدك، نعم، بتشعر أنه المجتمع الدولي، المجتمع الدولي، نعم، هل قدم شيء للنكبة الفلسطينية؟ هل قدم شيء لقضيتنا؟ لا، ما قدم أي شيء. ما بتشعر أنه قدم أي شيء لقضية فلسطين؟ أنا في نهاية اللقاء أنا حاب تحكي أي شيء أبو محمد؟ نعم. حاب تحكي أي شيء في نهاية اللقاء؟ سلامتك والله. ما في أي شيء. الله يسلمك. يا سيدي. في حديث هذا عندي أنا عن زمان 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 قبل 36 عن عشائر يعني بفلسطين كانت حاكمة. طيب حتى نعمل جزء آخر أنا في نهاية لقائنا أبو محمد. نعم. أنا سعيد عجاوي بقدم لك كل الشكر والتقدير على هذا اللقاء. الله يحفظك. والله يعطيك ألف عافية. الله يحفظك. شكرا لك. الله يحفظك.